لسبب كان هناك دقيقة صمت قبل المباراة. كل التعازي لأسرة المنار وللجسم الإعلامي أيضا بلبنان. نبقى مع مباراة اليوم بين العهد وشباب الساحل، مباراة مهمة جدا مثل ما ذكرنا مشاهدينا على صعيد المنافسة على لقب الدوري العام. رح نشوف إذا فريق العهد رح يقدر يتخطى العقبة المتمثلة بشباب الساحل. دائما شباب الساحل محمود طموحاته موجودة، طموحاته حاضرة. اليوم في حال فاز رح يرفع رصيده ل 31 نقطة، ليش لا؟ بيأمل إنه يكون بين الأربعة الكبار بنهاية الموسم، ما يكتفي فقط بحجز مكان بين فرق النخبة بلبنان بانتظار الحكم رضوان غندور يلي شفتوه أيضا عم بيكون مباراة امبارح بين الصفا والنجمة، مباراة مهمة أيضا جديدة لإله رح تكون اليوم على ملعب صيدا البلدي، مباراة العهد وشباب الساحل. بنذكر إنه بكرة تختتم المرحلة بمباراة لا تقل أهمية أبدا، هي مباراة الأنصار والراسينج. الراسينج مثله مثل العهد وبرصيده 33 نقطة، طبعا عم يتقدم على العهد على لائحة الترتيب العام بفارق المواجهات فقط مع انطلاق المباراة والكرة الأولى عند الفريق الأصفر فريق العهد. حسن شعيتو يلي عم يحمل اليوم شارة قيادة فريق العهد. بالمقابل يعني الأمر اللافت إنه حسين فعور عم بيكون موجود على الجهة اليمنى بمركز الظهير الأيمن إلى جانب شقيقه هيثم فعور. طبعا هالمركز يعني الأمر اللافت إنه هالمركز يعني عم يتناوب عليه أكثر من لاعب بفريق العهد، إن كان مع بختيار فانلي مع المدرب عبد العزيز عبد الشافي زيزو المصري يلي أيضا أشرف بفترة على فريق العهد، وحاليا مع المدرب باسم مرمر. كنا شفنا حسين الزين، نصار نصار، علي بزي، حسين ايوب، واليوم حسين فعور يلي بيلعب عاده بمركز الوسط المدافع. على كل حال بدايه المباراه عهدويه مع خطا اول، علي الاتيت عم يحرك الكره لحسن شعيتو، موني علي الاتيت، الكره لا تزال بحوزته، بيلعب على الجهه اليمنى لحسين فعور، مجرد تبادل الكره مع علي الاتيت، لكن شادي عطيه حاضر لقطع الكره، بيلعبها اماميه تروح للفعور. حسين، كرة عهدوية ومحاولة أولى لفريق العهد، مقطوع عند شباب الساحل وعند دانيال تحديدا، منه لعلي غليوم. اليوم فريق شباب الساحل مكتمل الصفوف على الصعيد الأجنبي مع الانطلاقة أيضا على الجهة اليسرى من حسن طهماز لاعب نادي العهد السابق، اللاعب السريع علي بزة بالمقابل عم بيحاول يوصل للكرة، مقطوع عند طارق العلي. طارق بيسلم الكرة لموني من لمسة وحدة، زهير عبد الله مقطوعة مرة جديدة. شباب الساحل أيضا وأيضا رودولفو سواريز، يعني إذا كنا عم نقول إنه كل أجانب فريق شباب الساحل موجودين، إن كان دانيال أودافين، كريس تريميل لورونيو، وعلي غليوم، لاعب أجنبي واحد هو بقي بصفوف فريق العهد البرازيلي رودولفو سواريز. يعني وفي رضا تام من الجهاز الفني عن أداء رودولفو سواريز، بعكس مارسيلو دياز وأبو بكر ديالو يلي تم الاستغناء عنهم. خطأ جديد لمصلحة العهد، يبدو بداية المباراة مباراة الأخطاء وخصوصا لمصلحة فريق العهد يلي عم يحصل على العديد من الأخطاء تحت أنظار المدرب باسم مرمر. لا شك صراع بوسط الملعب وخاصة بوجود لاعب مثل دانيال بوسط ملعب شباب الساحل رح يلاقوا مشكلة كثير كبيرة فريق العهد، يمكن بالاستحواذ على الكرة أو الانطلاق لتشكيل الخطورة على المرمى شباب الساحل. إذا ركلة حرة لمصلحة فريق العهد، خلفه عم بيكون في حسين دقيق يلي بيتقدم بحرك الكرة، عم يحاول يستند على لقطات كرة لعند مهدي فحص، أيضا كرة أمامية خطيرة جدا لعلي بزي. هل في تسلل؟ وفي رأيي، في رأيي بالتأكيد كان في تسلل. الحكم بلال زين هو يلي رفع رايته، عم شوف الشارات السود على سواعد لاعبي العهد. مجددا التمريرة الأمامية وعلي بزي يلي كان متسلل، علي غليوم بدهم ينتبهوا كثير منيح فريق العهد من اللاعب، بيقدر يصنع الفارق باي لحظه علي غليوم مع الكره ايضا المقطوعه بالراس من حسين فعور، منه لرودولفو، مهدي فحص ايضا، رودولفو سواريز، كره الخلف عند محمد سنتينا. بنذكر انه محمد سنتينا المباراه الثانيه على التوالي عم يكون موجود بشكل اساسي بحراسه مرمى فريق العهد. على كل حال وحيد فتيل موقوف، بالتالي فرصة جديدة لسنتينا لأنه يكون الرقم واحد بصفوف فريق العهد مع هيثم فعور. كرة أمامية باتجاه علي بزي، عماد الميري على مساره، علي بزي عم ينجح بتحويل الكرة باتجاه طارق العلي، طارق العلي التائه والبعيد عن الأهداف وعن التهديف بالفترة الأخيرة مع فريق العهد. كرة أيضا أمامية باتجاه علي بزي، فريق العهد عم يحاول يخترق من العمق ببداية المباراة. علي غليوم عم يستلم الكرة، غليوم منه لوسيم عبد الهادي، كرة الخلف مجددا علي غليوم،
اتجاه كريست. 22 سنة كريست تريميلو رونيو المهاجم العاجي مع كرة على الجهة اليمنى عند حسين فاور. حسين كرة للخلف مهدي فحص، تأكيد العهد ما بده يضيع أي وقت بمحاولاته لافتتاح التسجيل. طارق العلي عم يستلم الكرة من موني، عم يمر بسرعة طارق العلي، عم يحاول يلعب الكرة العرضية لكن مقطوعة باللحظة الأخيرة إلى ركلة ركنية، ركنية أولى بالمباراة بعد هالاختراق من الرقم 9 طارق العلي. استعمل سرعة طارق العلي واستغل هالأمر وحاول يلعب الكرة العرضية لكن شادي عطية كان حاضر بالمكان المناسب لقطع الكرة إلى ركلة ركنية. أول تهديد ممكن يكون لمرمى عباس شيد بالمباراة. حسين دقيق خلف الكرة، انتظار إخراج أو تسليم الكرة إلى حسين دقيق. يعني في كرتين على أرض الملعب، كان يبدو واحدة صالحة للاستعمال والثانية خارج الخدمة مع كرة أيضا قصيرة. حسين دقيق بتعود الكرة لقلو، بيلعب الكرة عرضية خطيرة جدا، جاد نور الدين بالمكان المناسب لا يقطعها برأسه، بتبقى عهدوية مع مهدي فحص. مهدي عم يرتد للخلف تحت الضغط، مهدي فحص منه لحسين فعور. حسين بيستلم الكرة بعيدة أيضا لسانتينا. شوفوا لاعبي الساحل بشكل سريع خرجوا من منطقتهم، عم بيحاولوا يعني يشكلوا ضغط على لاعبي العهد. هيثم فعور عم يستلم الكرة، التمريرة القصيرة لطارق العلي منه لموني، حسن شعيتو عم يتقدم، موني تمريرة أمامية جميلة جدا لكن عباس شيت عم يخرج بالوقت المناسب وعم يلتقط الكرة. خروج بتوقيت مناسب لحارس مرمى شباب الساحل. نعرف الإمكانيات الهجومية كتير كبيرة عند فريق العهد، أي لاعب ممكن يسجل بأي لحظة، رغم يعني أنه هجوم العهد ما ظهر بشكل كتير كبير بهالموسم. 24 هدف فقط سجل فريق العهد، يمكن هو خط الهجوم الأضعف أو بالتأكيد خط الهجوم الأضعف مع بين الفرق الخمس الأوائل. يعني شباب الساحل كان سجل 34 هدف محمود، 29 هدف راسينج، 36 هدف الصفا، والنجمي كان امبارح رفع رصيده ل 40 هدف بعد فوزه بهدفين على الصفا. هذا امر معتاد عليه ابدا فريق العهد انه يسجل فقط 24 هدف مع المرحله 19 من بطوله لبنان. بالتاكيد اليوم فريق العهد هو مطالب بالفوز، هو الضغط موجود على فريق العهد بعكس يمكن تماما شباب الساحل اللي بده يحاول يحافظ على المركز الخامس. بفتره من فترات البطوله كان شباب الساحل واحد من المنافسين الجديين على لقب البطوله، ان الامور كانت مختلفه مع موسى زياد بهالوقت. شباب الساحل بالهجوم بدهم ينتبهوا كثير منيح، خط دفاع العهد من علي غليوم من جهه ومن انطلاقات حسن طهماز من الجهه الثانيه. بالوقت حسين فعور عم يلعب رمي التماس عهدويه لشقيقه هيثم فعور، يعني الجهه اليمنى هي بعهده الي فعور اليوم بالنسبه لفريق العهد مع الكره الاماميه ايضا مع العهد. كرة بتنقطع انما الحكم بشير لخطا لمصلحة فريق العهد، الحكم الرئيسي رضوان غندور اللي كان عم بيقود يوم امس المباراة الهامة والهامة جدا، هي ام المباريات مثل ما اطلقنا عليها ما بين الصفا والنجمة واللي انتهت بفوز النجمة بهدفين مقابل لا شيء، خلت النجمة ينفرد بصدارة ترتيب البطولة او يعزز صدارته بفارق 4 نقاط عن اقرب منافسيه اللي هو الى حد هالوقت فريق الصفا ب 35 نقطه مع الكره الاماميه. انما الكره بتنقطع من حسين دقيق، حسين دقيق بيستلم كرته بيلعب الكره الاماميه، الكره الطويله بهالوقت ايضا لعند علي بزي، علي بزي متحرك دائما بيحاول يمر او بمرر تمريرته الاماميه انها بتنقطع باللحظات الاخيره من الدفاعات الساحليه الى خارج ارض الملعب مع عماد الميري. عماد الميري اللي عودنا دائما الفدائيه والروح العاليه القتاليه اللي بيكون موجود فيها بخط الدفاع. الوقت اللي عم نشوف هالصراع ما بين طارق العلي ودانييل، مع ركلة مرمى عباس شيت بيلعب كرة طويلة، حسين دقيق بعيد كرة عند رودولفو، الكرات الهوائية بهالوقت حسن طهماز
بالإضافة إلى حسين فاعور بيحاول إبقاء الكرة لمصلحة فريقه بينجح بها الأمر بيعيد الكرة لعند هيثم فاعور أيضا مع هيثم فاعور لمهدي فحص بيحاول يلعب الكرة من لمسي مهدي فحص بالمرة الأولى ما بينجح بالمرة الثانية بتوصل الكرة لعند علي بزي وبالمرة الثالثة هناك خطأ لمصلحة العهد مع مهدي فحص اللي موجود على أرض الملعب صاحب الرقم 11 أنا الكرة عهدوية والفرص والضغط العهداوي بهالوقت الكرة العرضية بتوصل سهلة لعند وسيم عبد الهادي وسيم بيحمي كرته بالشكل الصحيح وسيم عبد الهادي لازال عم بيحافظ على كرته صاحب الرقم 14 بيعيد الكرة لعند دانيال لعماد الميري مع الكرة الطويلة عند كريس تريميل لورونيو بيحاول يمر بيفشل بالسيطرة على الكرة كريس بتعود الكرة لعند موني موني صاحب مهارات عالية بيلعب تمريرة أمامية لعند علي بزي علي بزي بغير اتجاه اللعب انه بشكل خاطئ مع عودة حسين عواضة اللي بيعيد الكرة لمصلحة فريقه ايضا مع حسين دقيق لعند رودولفو هيثم فاعور شوفوا لاعبي فريق العهد بيحاول تمرير الكرة بكل مساحة الملعب لإيجاد أي ثغرة بالخطوط الدفاعية الساحلية مع الكرة الطويلة الأمامية إنما عماد الميري هو اللي عم يقطع الكرة بالمناسبة عم يلعب كظهير أيمن عماد الميري بهالمباراة اليوم بدل مركزه مع زهير عبد الله بالتأكيد هيدي المشكلة خلقت عن جمال طه بعد احتراف حسن ظاهر بماليزيا وبالتالي بده يلاقي الحلول كان لقى الحل بوجود زهير عبد الله يلي بيبرع بهالمركز عادة بالتأكيد وهذا أمر كان عم يبرع فيه بالمباراة السابقة زهير عبد الله المباراة السابقة اللي كانت جمعت شباب الساحل والرسينج واللي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 كنا بنذكر عندما بريشيوز سجل هدف خطأ بمرمى أيضا مع شباب الساحل مع الكرة الأمامية بتوصل سهل جدا لعند هيثم فاعور هيثم لعند مهدي فحص مهدي بتقدم بها الكرة تمريرته الأمامية بتنقطع من شادي عطية بيلتف حول نفسه بعيد الكرة ساحلية لعند حسن طهماز حسن طهماز على جلسة بيحاول يمر بيلعب كرة بوسط الملعب لعند كريست كريست بيحافظ على كرته بيحاول يمر بعرض الملعب بينجح بها الأمر بيلعب تمريرة طويلة أمامية باتجاه وسيم عبد الهادي ومع تقدم علي غليوم وخروج بهالوقت محمد سنتينا بيلتقط الكرة بسهولة يعني شك واضح تماما انه فريق العهد مستعجلين من بداية المباراة مع الأتات حجز مكان له بالتشكيل الأساسي مع فريق العهد هذا أمر ما كنا عم نشوفه عند مكان المدرب زيزو وأيضا بختيار فاني ما كان عم بيلاقي مكان له على الأتات بالتشكيل الأساسي بعكس تماما بعد ما استلم المدرب باسم مرمر أيضا مع فريق العهد مع الكرة الخلفية خطورة عهدوية ممكن نشوف الخطورة الكبيرة بهالوقت والحكم بيشير لخطأ لمصلحة العهد أو لمصلحة فعلا لمصلحة العهد رضوان غندور عم يرفع انذار بوجهه لدانيال بده ينتبه دانيال بالدقائق المقبلة من المباراة خطأ بمكان خطر جدا لمصلحة فريق العهد هيدي انطلاقة على الأتات بكل بساطة وينك يا أونيكا موجود على مقعد الاحتياط هيدي فرصة من هالمكان وهيدا المكان بيحبه كثيرا نجم العهد عباس عطوي إنما بهالوقت موجود حسين دقيق خلف الكرة بالإضافة إلى حسين عواضة حسين دقيق دي بيعتمد على التسديدات القوية من هالمسافة بالإضافة إلى حسين عواضة حسين عواضة بتقدم بيمر عن الكرة بيلعب كرة لعند بالوقت اللي بيحرك الكرة حسين دقيق ما بعرف على كل الأحوال سوء تفاهم كان بالكرة الأخيرة ما بين حسين عواضة وحسين دقيق كرة بتروح إلى خارج أرض الملعب يعني هيك نوع من الكرات ممكن تنلعب بشكل مباشر على المرمى ممكن تعطي نتيجة أفضل مع جاد نور الدين مع الكرة الطويلة الأمامية كريس تريمي عم بيحاول يساعد خط الوسط بشكل واضح كريس تريمي الوقت اللي خطأ لمصلحة علي غليوم
بتنفس بشكل سريع لعند حسن طهماز. الطهماز مع الكرة الطويلة الأمامية عند كريستي ميلو رونيو بيحمي كرته، بيعيد الكرة الخلفية العرضية موجود بالوقت الضيق منطقة الجزاء، ممكن أول هدف المباراة. هو ما بدك أفضل من هيك يا وسيم عبد الهادي. وسيم عبد الهادي كان بمكان مناسب تماما لافتتاح التسجيل، مش بس لافتتاح التسجيل أكثر من هيك لتسجل واحد من أجمل الأهداف بالبطولة، يعني على الطاير لو قدرت يا وسيم عبد الهادي انه تصيب الكرة بالشكل الصحيح تطيم جسمك ولو بشكل وبجزء بسيط جدا ممكن كنت تاخذ الامور بافضل بكثير من التسديد اللي شفناها باللقطة الاخيرة. على كل الاحوال فرصة كتير كبيرة لمصلحة شباب الساحل عم تضيع امام الساحليين، عم تضيع اول فرص المباراة الحقيقية بالوقت. هناك تمريرة، انما التمريرة بتروح سهلة جدا بين اقدام عباس شهيد، بالتأكيد رح نشوف بالاعادة شو اللي حصل. الكرة العرضية كانت مميزة تماما، وسيم عبد الهادي ما بدها كل هالقد يا شربل، ما بدها قوة ابدا، كان في يوضع الكرة بكل بساطة. وسيم عبد الهادي بمشط القدم داخل شباكه لمحمد سنتينا ويعلن عن اول اهداف المباراة. فرصة كانت خطرة جدا لشباب الساحل بالوقت يلي العهد كان عم يندفع فيه للهجوم. شباب الساحل كاد يفاجئ العهد ويسجل هدف اول بالمباراة، هدف كان من شأنه اكيد تعقيد الامور بشكل اكبر على الفريق الاصفر. كل الضغوط بكل بساطة على العهد بمباراة اليوم، العهد هو المطالب بالفوز، هو المطالب بتسجيل الاهداف، هو المطالب بالبقاء على مقربة وعلى مسافة قريبة من النجمة المتصدر. والاكيد انه منا ابدا مفاجأة اذا شباب الساحل قدر انه يهزم فريق العهد اليوم. صحيح انه هو خسر بذهاب البطولة من العهد بنتيجة 1-2، انما صحيح اكثر كانت الافضلية لشباب الساحل وخسر بعكس مجريات المباراة، وخاصة انه العهد عم بيعيش بظروف غير مناسبة تماما، يمكن من مباراة الى مباراة ومع تغيير المدربين، يعني بوضع لا يحسد عليه فريق العهد، وضع غير مستقيم. عم نشوف بالاعادة هالكرة العرضية الممتازة على المسطرة من شادي عطية لوسيم عبد الهادي، والفرصة الثمينة يلي اهدرها المهاجم الفلسطيني. يعني بالمناسبة محمد بلاوني عم بيغيب اليوم عن شباب الساحل بحكم القانون يلي بيمنع وجود اكثر من لاعب فلسطيني بالتشكيلة، في حال وجد ايضا اللاعبين الاجانب الثلاثة. مع التمريرة الامامية باتجاه كريست لا تزال خطورة شباب الساحل، الكرة امامية مجددا لوسيم عبد الهادي. وسيم بالوقت يلي كريست ريميلو رونيون موجود على ارض الملعب، يعني الصورة بتحكي عن حالة، مشجعين نجمة موجودين. شو عم يعملوا بمباراة اليوم؟ بالتأكيد عم يشجعوا فريق شباب الساحل مثل ما كانوا مبارح مشجعي العهد عم يشجعوا الصفا. بالتأكيد هذا أمر واضح، يعني وخاصة من ناحية النقاط والمنافسة الشديدة على بطولة لبنان بهالموسم، يعني موسم 2013-2014. ما بعرف يعني شربل إذا الأمور رح تنتهي قبل نهاية المرحلة الأخيرة، إنما الحسابات على الورق في حال الرسنج تابع وقدر أن يفوز بكل مبارياته والنجمي أيضا يفوز بكل مبارياته، رح نوصل لمباراة فاصلة تجمع النجمي والرسنج. هذه حسابات الورق. بالإعادة محمود كنا شفنا اللقطة أوضح والاحتكاك بين حسين دقيق وكريست ريميلو رونيون، كان دخل حسين دقيق لقطع الكرة وأصاب أيضا كريست ريميلو رونيون يلي يبدو وصل يعني كان للكرة بشكل متأخر وسقط على أرض الملعب بعد ما تلقى ضربة إذا فينا نقول. بالوقت يلي رمي التماس عند جاد نور الدين، جاد نور الدين يلي كان أهدر ركلة جزاء بالمباراة الماضية أمام الراسينج. جاد كرة طويلة إلى داخل منطقة مقطوعة بالرأس من مدافعي العهد، بتروح لموني من لمسة واحدة لكن تبريدته خاطئة لدانيال، وفي خطأ لمصلحة دانيال هالمرة. هالمرة دانيال هو يلي عم يحصل على الخطأ بعد ما كان ارتكب خطأ مماثل بالجهة المقابلة وتلقى على إثره انذار. الخطأ الثالث يلي عم يرتكبه دانيال وعلى هالأساس انذره الحكم رضوان غدور. اذا ركلة حرة لمصلحة شباب الساحل، ليش لا، ممكن شباب الساحل ياخذ المبادرة ويفتتح التسجيل بمباراة اليوم. شادي عطية صاحب التسديدات القوية بالقدم اليسرى، ايضا علي غليوم خلف الكرة، مين رح يلعب هالخطأ؟ هل هو رح يكون التنفيذ بشكل مباشر او الكرة رح تمرر الى احد لاعبيه؟ وسيم عبد الهادي شايفه لحاله داخل المنطقه لكن شادي عطيه عم يسدد، لكن تسديدته ضعيفه كانت وتم قطعه من قبل مدافع الاهد. بالوقت يلي علي بزه بيحاول يوصل الكره لحسين عواضه، عواضه بيعمل كنترول بمواجهه موسى زيات عم يحاول يمر، لكن عوده ايضا ممتازه من شادي عطيه. الامر منه مستغرب اذا شادي عطيه قدم اداء جيد بمباراه اليوم، كان
واحد من اللاعبين يلي تم استدعائهم للمنتخب الوطني رغم انه كان ما عم بيشارك اساسي بصفوف فريق شباب الساحل، ومنه هو اللاعب الوحيد بالمناسبه من شباب الساحل يلي تم استدعائه للمنتخب ايضا رغم انه ما عم يشارك كان بشكل اساسي. محمد سالم اللاعب يلي عم يخوض حاليا تجربه مع فرق الفئات العمريه باولمبياكوس اليوناني كان ايضا تم استدعائه للمنتخب على هالاساس. مع هيثم فعور والركله الحره والخطا لمصلحه فريق العاد، هيثم بحرك الكره لعند رودولفو سواريز. سواريز يمكن هالعائله اللي عم نسمعها كثير حاليا بكره القدم الاوروبيه بحكم تالق المهاجم الاورجواياني لويس سواريز مع ليفربول. ليفربول يلي فاز اليوم 3-2 على نورويتش سيتي وعم يواصل طريقه نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي. شادي عطيقي على الجهة اليسرى بيعود للخلف لعند دانييل. دانييل كرة أيضا عم تبعد بدفاع شباب الساحل بتروح لموني، عم يحاول يرتد للخلف موني للحصول على الكرات، لا يعني يلعب دور صانع الألعاب. وجوده إلى جانب علي الأتات ممكن يخلي فريق العهد فعال بشكل كتير كبير. علي الأتات يعني كان حصل على جائزة أفضل لاعب بالمباراة الماضية أمام النجمة بعد ما كان سجل أيضا هدف التعادل بهالمباراة. مع كرة لحسن شعيتو، موني بوسط الملعب أمامه موسى زيات. موني التمريرة القصيرة مقطوعة مرة جديدة. شادي عطية سريعا لعلي غليوم. تحركات علي غليوم يعني ممكن تزعج أي خط دفاع. شوفوا كيف بيستلم الكرة، كيف بيستدير على نفسه بشكل كتير سريع وبيلعب التمريرات أيضا بشكل دقيق. بالوقت يلي العهد عم يخرج من منطقته مع الكرة عند مهدي فحص. مهدي عم يتقدم معه علي بزة إلى يمينه وعلي الأتات إلى يساره، بيختار يلعب للأتات تمريرته مقطوعة. حسين دقيق بالرأس عم يحاول يخلي الكرة داخل أرض الملعب، فعلا بينجح بالأمر، بيلعبها لطارق العلي. طارق العلي معه علي بزة، علي كرته مقطوعة بتبقى عهدوية مع علي الأتات، تمريرة ممتازة باتجاه حسين عواضة. حسين هل ممكن يحصل على الكرة؟ حسين عواضة عم يحصل على الكرة لكن عم يخرج من المنطقة، بيلعبها لعلي بزي، لا تزال الخطورة عهدوية موجودة مع الكرة باتجاه حسن شعيط والتسديدة على مسارة كان عباس شيد. محاولة جميلة جدا من فريق العهد، كرة ملعوبة كانت من علي بزي لحسن شعيطو يلي سدد من مرة واحدة وعباس شيد التقط الكرة من دون أي مشاكل. عند ما يهاجم فريق العهد خطر جدا بوجود حسين عواضة، طارق العلي، حسن شعيتو وعلي بزي. رح نشوف اذا رح يقدر يسجل هدف بالدقائق القليله المقبله وسط الرغبه الكبيره يلي عنده اياها. هيثم فعور منه لرودولفو سواريز المدافع البرازيلي. يعني رودولفو سواريز ببداياته يعني مع المنتخبات الفئات العمرية بالبرازيل كان لعب مع هالمنتخبات، وما تستغربوا إلى جانبه كان المدافع المعروف كابتن فريق باريس سان جيرمان تياغو سيلفا. رودولفو يعني عم يجي ويلعب مع فريق العهد للمرة الثانية، بالوقت يلي رضوان غندور عم يرفع انذار ثاني بالمباراة هالمرة لعلي الأتات بعد الخطأ على علي غليوم. هذا الأمر يلي كنت عم بتحدث عنه محمود، علي غليوم مزعج عندما يحمل كرة، عندما يستدير على نفسه، عندما ينطلق بوسط الملعب باتجاه المنطقة العهدوية عم يعمل مشاكل كبيرة للعهد ببداية اللقاء. يعني بوجود العديد من اللاعبين على أرض الملعب مثل عماد الميري بالإضافة إلى زهير عبد الله، أيضا دانييل من ناحية شباب الساحل، رح نشوف بطاقات صفراء كثير بمباراة اليوم وهذا أمر واضح. وبالجهة المقابلة يمكن الضغط اللي عم بيمارسه شباب الساحل على لاعبي فريق العهد عم يضطر يمكن لاعبي فريق العهد أيضا إنه يرتكبوا الأخطاء، وخطورة العهد يعني بتستلزم بعض الأخطاء وبتستلزم البطاقات الصفراء. هذا هو أونيكا عباس عطوي الموجود على مقعد الاحتياط بابتسامة صفراوية إذا صح التعبير، يعني بالتأكيد منه راضي عن وجوده على مقعد الاحتياط وخاصة أنه منه مصاب. يعني خيار الجهاز الفني بإبقائه على مقعد الاحتياط. نعرف تماما خطورة عباس عطوي أونيكا عندما يكون موجود على أرض الملعب مع الكرة الطويلة توصل سهلة جدا لمحمد سنتينا. محمد سنتينا بسرعة بيعرف أنه ما بيقدر يضيع أي وقت على زملائه، بحاجة لأي ثانية فريق العهد بهالمباراة. مع الأتات، على الأتات بيلعب كرة طويلة للسريع سينو على الجهة اليمنى، بيحاول يمر سينو، بيحاول يحصل على الكرة، سينو بيحصل على الكرة
ولا زال الصراع ما بين حسين عوضة وثلاث لاعبين من شباب الساحل، جاد نور الدين وشادي عطية بالإضافة إلى زهير عبد الله. شوفوا هالصراع الكبير عم بكون على الحصول على الكرة، إنما ارتكب خطأ باللمسة الأخيرة حسين عوضة مع الكرة. أيضا لعب كريست كريست ريميلو رونيو بيرتكب خطأ على طارق العلي، خطأ لمصلحة العهد. العهد المطالب انه يضغط على مرمى شباب الساحل، المطالب بافتتاح التسجيل. كل جمهور العهد عم ينتظر فريقه انه يفتتح التسجيل بمباراة اليوم ليريح اعصاب اللاعبين والجهاز الفني وليبقى بدائرة المنافسة الحقيقية على لقب البطولة مع الكرة العدوية العرضية. ممكن تكون موجودة فعلا الكرة العرضية، عم بيطالب موني بلمسة يد داخل منطقة الجزاء وعم بيطالب بشيء، انما الحكم بيأمر بمتابعة المباراة. الكرة بتخرج الى خارج ارض الملعب، رمية التماس لمصلحة شباب الساحل. الدقيقة 26 عم نشوف هلا بالإعادة الكرة هل لمست يد جاد نور الدين. شوفوا موني ردة الفعل، واضح ان الكرة كانت لمست يد جاد نور الدين، انه واضح اكثر انه جاد نور الدين كان عم بيحاول ابعاد يده عن الكرة. الوقت الكرة بتخرج رمي التماس لمصلحة شباب الساحل، الكرة بتتنفس بشكل سريع. دانيال بيلعب كرة طويلة باتجاه وسيم عبد الهادي الموجود، هيثم فاعور ليقطع الكرة، بيلعب كرة طويلة انه بتوصل سهل جدا لعند الدفاعات الساحلية وتحديدا عند زهير عبد الله. وباسم مرمر لحظة تفكير عميقة عم تكون، باسم مرمر اليوم مطالب انه يفوز بالمباراة مع انطلاقة السريع حسن توماس. بعد عم يتقدم بهالكرة حسن توماس، بيعكس الكرة بيحاول يمر لوحده او بيعكس الكرة العرضية باتجاه كريست ريميلو رونيو. كريست كريست وتدخل من حسين دقيق باللحظة الأخيرة بيقطع الكرة من أمامه لكريست، رمي التماس لمصلحة شباب الساحل. بالوقت الحكم الرئيسي رضوان غندور مستدعي جاد نور الدين وعلي بزي، يعني الصراع القائم ما بين اللاعبين بكل تأكيد، يعني علي بزي اللاعب المهاجم، جاد نور الدين لاعب المدافع. دائما هاللاعبين عم بيكونوا موجودين الى جانب بعض، وبابتسامه جاد نور الدين عم ياخذ ملاحظته لرضوان غندور. مع جاد نور الدين رميه التماس الطويله داخل منطقه الجزاء بتنقطع من هيثم فاعور، بتعود الكره عهدويه مع حسين عواضه بيحاول يمر لوحده وينطلق بسرعته، بيقدر يعمل هالامر حسين عواضه. وعده عم يتقدم بالوقت هناك لاعبين من فريق العهد على الجهه اليسرى، الكره بتوصل لعند علي بزي، خطيره المحاوله العهدويه، الكره العرضيه لما الكره تنقطع باللحظات الاخيره الى خارج الملعب ليحصل العهد على ركنيه. بالوقت لزهير عبد الله منه راضي تماما عن خط دفاعه، وعم بيحاول يعطي التعليمات للاعبينه، عم بيقول لهم انتبهوا كثير منيح، انطلاقات العهد بالهجمات المرتده قد تكون خطيره وخطيره جدا على مرمينا. بالوقت العهد عم يحصل على ركنية، قائد العهد حسن شعيتو موني هو موجود خلف الكرة صاحب الرقم 20، كرة العرضية لداخل منطقة الجزاء، الكرة بتمر عن الجميع وبتوصل سهلة جدا بين يدي عباشيت، بيلتقط الكرة بسهولة حارس مرمى شباب الساحل. بيلعب كرة طويلة أمامية مهدي فحص، بتمر الكرة عنه لمهدي، بتعود الكرة لمصلحة شباب الساحل مع هالكرة بشكل خاطئ، بتروح لعند حسين دقيق بيحاول بناء هجمة لمصلحة فريقه. أيضا على الأتات مهدي فحص، كرة للأمام، يعني حسين عواضة اللي عم بيكون متقدم زيادة عن اللزوم، بالوقت اللي من المفترض أنه يستقبل الكرات ومن خلالها ينطلق إلى الأمام مع رمية تماس عهدوية. تماس توصل الكرة لعند موني، عم يلعب اليوم خلف المهاجمين، كرة باتجاه علي بزي، علي بزي بيحاول يمر، تنقطع كرته من جاد نور الدين، بتعود لعند دانيال، الهجمة المرتدة لعند علي غليوم، علي غليوم يقف على كرته، كرة بتوصل لعند حسن تهماز، تهماز بيمر بعرض الملعب، أيضا لعند علي غليوم لتهماز مجددا، تنقل الكرة ما بين هاللاعبين. بالوقت لي دانيال عم يطلب الكرة، انما علي غليوم بغير رأيه، بيعكس الكرة للخلف لعند جاد نور الدين. انتشار مميز للاعبي شباب الساحل على ارض الملعب. ايضا علي غليوم
تمريرته باتجاه وسيم عبد الهادي ما ظهر بالشكل اللي دائما عودنا عليه. وسيم عبد الهادي الى حد الوقت الكره بتنقطع الى خارج ارض الملعب، رمي التماس لمصلحه شباب الساحل. نصف ساعه على بدايه المباراه والنتيجه لازالت التعادل السلبي بين الفريقين. مع عماد الميري، ايضا بتوصل كره عند عماد الميري، بيعكس كره عرضيه مهدي فحص بهدي الكره بصدره لعند رودولفو، رودولفو لمحمد سانتينا، طارق العلي بيستلم الكره، طارق العلي بينطلق بعده عم يتقدم بهالكره، بيلعب تمرير اماميه باتجاه علي بزي، من لمسه علي بزي بيحاول ايصال الكره لعند حسين عواضه، بتعود الكره ساحليه مش لوقت طويل لانه رودولفو موجود على التغطيه الدفاعيه، وايضا شباب الساحل اللي بيستعيد الكره عن طريق علي غليوم. شوف الصراع الموجود بوسط الملعب، السيطره على منطقه التمويل، هذا امر كثير مهم. واحد من الفريقين ما عم يقدر يسيطر بشكل كامل على وسط الملعب. ايضا كره مقطوعه بتعود لعند موني لحسين عواضه، عواضه كره طويله باتجاه علي بزي، خطير علي بزي، اذا مر خطير علي بزي، علي بزي، علي بزي بسدده، علي بزي تسديدته تسديده ضعيفه من علي بزي. شوفوا كيف انسل علي بزي ما بين المدافعين وسدد كره انما ما اصابت الخشبات الثلاثه، خطوره عهدويه واضحه بتخلي مقعد فريق العهد بهالوقت يستفيق ويشوف انه فريقه انه قادر يوصل الى مرمى شباب الساحل، قادر انه يشكل الخطوره على مرمى عباشيت، وهذا المطلوب من لاعبي فريق العهد اليوم. شوفوا علي بزي كيف مر وتخلص من زهير عبد الله، تسديده كانت ذكيه من علي بزي بالوقت اللي ما كان اي لاعب عهداوي موجود الى جنبه لعلي بزي لياخذ قرار ثاني. يعني وجود اي لاعب بالعرض مع علي بزي بيعطيه خيار اخر لصاحب الرقم 7. ايضا مع العهد تدخل قاسي عم بيكون من عماد الميري، خطا لمصلحه فريق العهد. رضوان غدور بيطلب تنفيذ الخطا من مكان حصوله. مع حسين دقيق بحرك الكره لعلي الاتات، الاتات لمهدي فحص، ايضا لعند موني، موني بيحاول يمر، موني مع الكره الطويله انما سهل جدا هالكره عم تكون لعند الدفاعات الساحليه. يعني خط دفاع شباب الساحل الى حد هالوقت قليل الاخطاء. ايضا مع مهدي فحص مع الكره الطويله باتجاه حسين عواضه، حسين عواضه داخل منطقه الجزاء بيحاول المرور والكره بتتخلص من جاد نور الدين. قلب دفاع شباب الساحل عم يقدم مستوى ثابت بالفتره الاخيره. ايضا مع الكره الاماميه باتجاه كريست انما هيثم فعور لرودولفو لعند موني، موني بيحاول يمر بهالكره، بيلعب كره طويله موني باتجاه علي بزي انما موجود الى جنبه عماد الميري، صعب المرور عن عماد الميري، لاعب عنده خبره كثير كبيره بالملاعب اللبنانيه، بيرتكب خطا علي بزي على عماد الميري وروح رياضيه عم تكون ما بين اللاعبين. علي بزي لي بيحاول مساعده عماد الميري ليقدر يتابع المباراه. الوقت زهير عبد الله بيلعب كره طويله باتجاه كريس ريمي، بتنقطع من رودولفو، بتعود الكره عهدويه. طارق العلي لعند موني على الجهه اليسرى، موني على طريقه الوان تو ما بتنجح، بتعود الكره لعند دانيال. شوفوا يعني الصراع القائم بوسط الملعب بالوقت اللي علي غليوم بيحاول المرور، كره بتنقطع باللحظات الاخيره من حسين دقيق الى خارج ارض الملعب، رمي التماس لمصلحه شباب الساحل. يعني مباراه متكافئه الى حد الوقت ما بين الفريقين. بالتاكيد جاد نور الدين هو المتخصص بتنفيذ رميات التماس. رمي التماس رح يكون مثل العاده طويله الى داخل منطقه الجزاء، بتنلعب الكره لداخل منطقه الجزاء، بتنقطع من الدفاعات العدويه، بتعود الكره لعند موني، ايضا لحسين عواضه، حسين عواضه بيحاول بناء هجمه مرتده بشكل سريع لمصلحه فريق العهد انما ما بينجح العدويين مع ارتداد لاعبي شباب الساحل. في صعوبة عند فريق العهد باختراق خط دفاع شباب الساحل وتحديدا بخط الوسط. يعني هالامر اصبح واضح وواضح جدا مع مرور 34 دقيقة تقريبا على بداية اللقاء، وانذار جديد هو الانذار الثالث
وهالمره زهير عبد الله هو يلي عم يحصل على الانذار بعد الخطا يلي ارتكبه على علي بزي. علي بزي رح يقدر يتابع على المباراه بالوقت يلي العهد عم يبحث عن اول فوز له بعد ثلاث مباريات سلبيه، تعادلين وخساره قاسيه كانت للعهد امام التضامن صور باخر ثلاث مباريات. مع كره اماميه مقطوعه مره جديده، مهدي فحص، طارق العلي، ايضا تدخل قاسي من عماد الميري. الحكم عم بيقول ما في اي خطا، عم يتابع المباراه موسى زيات، مهدي فحص، ايضا الصراع متواصل والحوار البدني القاسي متواصل، واخر فصوله الخطا يلي عم يرتكبه موسى زيات على مهدي فحص. كره عم تتحرك بشكل سريع من فريق العاد، علي الاتيت، الاتيت التركيز على الجهه اليمنى حاليا عند حسين عواده، سينو عم يستلم، عم تعود الكره لمهدي فحص، تبقى عدويه مع موني، ممكن شكل خطوره موني من هالمكان، مو في حال سدد موني، موني عم يستعمل كل مهاراته وعم يسدد طريقه رائعه، لكن كرته القويه عم تقلع عرضته لعباس شيد. فعلا محاولة جيدة جدا، لا جيد جدا، لأنه موني لازم ياخذ المبادرة، لاعب مثل موني عنده هالمهارات الفردية الكبيرة، ما لازم يكتفي بس بالتمرير لزملائه، ما لازم فقط إنه ينطر كرة توصل له من أحد زملائه لإصابة الشباك، في ياخذ المبادرة، في يتكل على نفسه مثل ما عمل بالكرة الأخيرة بالوقت يلي عم نشوف هالمسك يعني من جاد نور الدين لعلي الأتيت. مع كريس ترامي، لورونيون بيلعبها لموسى زيات، بتعود لوسيم عبد الهادي، وسيم عم بيتابع تقدم، محاول يلعب لعلي غليوم، وايضا خطا جديد. كثير هي الاخطاء بالمباراه، يعني وسط رغبه الفريقين مثل ما ذكرنا للفوز، ثمان اخطاء ارتكبوا فريق شباب الساحل، خمسه العهد، يعني اخر فوز للعهد كان على السلام زغرتا بالمرحله ال 15 2-0، بالمقابل اخر فوز لشباب الساحل كان بالمرحله 13 على السلام صغرتا ايضا 4-0، ومن بعدها تعادل فريق شباب الساحل خمس مرات، هو مالك التعادلات بطبيعه الحال مثله مثل اخاه ب 10 تعادلات، مع الكره ايضا الملعوبه الى داخل المنطقه والراسيه من جاد نور الدين الى خارج ارض الملعب. ما في اي خطر على مرمى محمد سنتينا. مره جديده جاد نور الدين، والخطا يلي ارتكبه على علي الاتيت. السنتينا يلعب ركلة المرمى إلى منتصف الملعب تحديدا باتجاه علي الأتيت، مقطوع بالرأس من موسى زيات، بتروح لوسيم عبد الهادي، أيضا وسيم، عماد الميري عم يروح تيزيد، عماد توصل لغليوم، الكرة عم يسقط علي غليوم وعم يحصل على ركلة حرة، ركلة حرة جديدة خطرة لمصلحة فريق شباب الساحل. الكرة الأمامية اللي وصلت لعلي غليوم المزعج الدائم لمدافعي العهد، هالمرة مهدي فحص هو يلي عم وقف علي غليوم بخطأ. جاد نور الدين صاحب تسديدات القوية خلف الكرة عم يتركها للاعب السوري علي غليوم، يبدو هو بنفسه رح ينفذ هالكرة. هل ممكن علي غليوم يصعب الأمور على العهد ويكافئ نفسه على المجهود الكبير يلي عم يعمله من بداية اللقاء؟ علي غليوم عم يتقدم، عم يلعب الكرة فوق مرمى محمد سنتينا، حاول علي غليوم يوضع الكرة بطريقة دقيقة لكن مرت فوق عرضته للسنتينا، ما في أي خطورة على مرمى العهد بالإعادة، ما كانت بعيدة أبداً كرته لعلي غليوم. مع دانيال بيقطع الكرة بالرأس، بتبقى عهدوية مع علي الأتيت من لمسة وحدة، زهير عبد الله أيضا التشتيت السريع، كرة باتجاه كريست، كريست عم يحاول يلحق بالكرة لكن محمد سنتينا من الصعب إنه كريست كان يوصل لها الكرة، وخصوصا بوجود حارس مرمى بطول محمد سنتينا. علي الأتيت بفصل مهاري بوسط الملعب، علي الأتيت عم يتقدم، عم يلعب كرته لعلي فحص او مهدي فحص، منه لعلي بزي، ومره جديده الكره مقطوعه،
مهدي كرة الخلف عند رودولفو سواريز، هيثم فاور ايضا. ما شفنا فرص كتير خطرة بالشوط الأول من المباراة، يعني كان في محاولات للعهد، محاولات لشباب الساحل، لكن ما كانت هالفرص بهالخطورة. مع خروج موفق مرة جديدة لعباس شيت، شوف العهد كتير عم يحاول يلعب من العمق عبر التمريرات البينية بين قلبي دفاع شباب الساحل. الكرات عم تكون طويلة وعم تلاقي طريقة لعند عباس شيت فقط. مع وسيم عبد الهادي، وسيم عم بيحاول يمر، غالبا بيعتمد على مهاراته الفردية. منه لعلي غليوم، الغليوم عم يتقدم، لاعب السور عم يحاول يسدد بقدمه اليسرى، والسنتينا عم يبعد الكرة، فرصة خطرة جدا كانت لشباب الساحل مع تسديدة علي غليوم المفاجأة والمباغتي كانت لمحمد سنتينا. يبدو سنتينا ما توقع تسديدة علي غليوم، ما كانت بهالقوة، لكن سنتينا وجد صعوبة لأبعادها بالوقت يلي علي بزي موجود على أرض الملعب بعد التدخل من عماد الميري. بالإعادة علي غليوم تسديدة بالقدم اليسرى، بفتكر كان محمد سنتينا فيه التقطها، لكن فضل مبدأ الأمان وأبعدها بالبوكس. محاولة جديدة لشباب الساحل، أكثر جدية من المحاولات السابقة باتجاه مرمى لمحمد سنتينا. بالتأكيد يعني فرصتين خطيرتين كانت لشباب الساحل، كادوا من خلالهم يفتتحوا التسجيل، عم بيأكدوا أفضلية شباب الساحل من ناحية الفرص الخطيرة، ويمكن ببعض أوقات المباراة عم بيكون شباب الساحل هو الأفضل. بالإعادة تدخل عماد الميري أيضا على علي بزي، صحيح التدخل كان باتجاه الكرة لكن أصاب عماد الميري علي بزي. كتار هن التدخلات القاسية بمباراة اليوم. وخطأ جديد عم يحتسبه رضوان غندور لمصلحة دانيال. يعني دانيال كما تراني يا جميل وأراك عم يرتكب الأخطاء الكتيرة بحق لاعبي العهد، وعم بيكون الرد العهداوي حاضر على هالصعيد. ومعروف عنه دانيال بتدخلاته القاسية، ودائما هو يعني بلبل خط وسط شباب الساحل، يعني عنده مهمة كتير كبيرة، هو مهمته همزة الوصل ما بين خط الدفاع وخط الهجوم. حركة كبيرة عم يعملها دانيال بخط الوسط، لكن العهد هو عم هاجم بهاللحظات مع علي بزي. الكرة الأمامية، التكتل الدفاعي من شباب الساحل عم يقطع الكرة إلى رمي التماس جديد. جاد نور الدين وزهير عبد الله، تقل الدفاعي كله على هالثنائي مع حسن شعيتو. موني عم يستلم، عم يقف على كرته بعيدة لعلي الأتيت. الأتيت شو ممكن يعمل بهالكرة؟ هل ممكن يفاجئ بكرة عرضية؟ بالفعل عم يلعب العرضية لكن مقطوعة مجددا من دفاع شباب الساحل. حسن طهماز، علي غليوم إلى دانيال، شوفوا تمرير دانيال شو جميلة وشو دقيقة، إلى وسيم عبد الهادي. وسيم الرام 14 عم يتقدم، عم يمر بطريقة مميزة، حسين دقيقة عم يواصل تقدم وسيم عبد الهادي، لكن شوفوا مهدي فحص كيف رجع واستعاد الكرة وأبعدها إلى رمي التماس. أنا برأيي الفريقين عم يقدموا كل شيء عندهم بالشوط الأول، عندي قلق انه المستوى يهبط بالشوط الثاني بحكم هبوط مستوى اللياقه البدنيه. لا شك هذا يمكن امر ممكن يحصل بالشوط الثاني، على اساس انه فعلا اللاعبين عم بيأدوا كل شيء ممكن يأدوه بالشوط الاول. وهالامر يلي شفنا فريق الصفا تاثر فيه بشكل كثير كبير بالشوط الثاني من مباراه يوم امس، لعب الكرات الطويله الكثير لانه لاعبينه على الصعيد البدني كانوا انتهوا. وايضا من ناحيه لاعبي فريق النجمه يوم امس لاحظنا هالامر بالدقائق الاخيره من المباراه، وهذا كان امر واضح، يعني الصفا كان يا بيعاد النتيجه يا بيخسر 2-0، هذا كان امر واضح بمباراه يوم الامس. على كل الاحوال اليوم العهد رح يسعى جاهدا انه يفتتح التسجيل بمباراه اليوم، رح يسعى انه يحصل على النقاط الثلاثه لابقاء ويبقي اماله موجوده بالمنافسة على لقب البطولة. مع الكرة الأمامية عباس شيت، خروج غير موفق لعباس شيت، علي بزي يعيد الكرة باتجاه مرمى عباس شيت، إنما الأخير بيلتقط الكرة. علي بزي اعاد الكره باتجاه مرمى عباس شيت، الاخير كانت الكره بمكان وقوفه تماما، بده ينتبه تماما عباس شيت. يعني عم نلاحظ حتى لاعبي فريق العاد عم يعتمدوا على الكرات العرضيه لداخل منطقه الجزاء لعباس شيت، هذا امر ممكن ما يفيد العهدويين بوجود لاعب مثل جاد نور الدين داخل منطقه الجزاء، بوجود لاعب مثل زهير عبد الله وايضا عماد الميري يجيدوا تماما الكرات الراسيه. كل الكرات عم تكون لمصلحه شباب الساحل، الامر الاصح بالنسبه لفريق العهد انه يعتمد على الكرات الارضيه والاختراق من العمر من العمق، ممكن هذا الامر يفيد فريق العهد بمباراه اليوم بعكس شباب الساحل اللي عم يعتمد على الكثير من الامور بمباراه اليوم. يعني على الجهه اليمنى عم بيكون موجود وسيم عبد الهادي واختراق حسن طهماز، على الجهه اليسرى بالاضافه الى توغلات علي غليوم بعمق المنطقه،
لهالسبب عم يكون أفضلية شباب الساحل باللقاء إلى حد الوقت مع مهدي فحص بيلعب كرة لوسط الملعب لعند موني، موني بعيد الكرة عند علي الأتات، عم بيصعبوا المهمة كتير لاعبي فريق العهد على أنفسهم بمباراة اليوم. أيضا حسين دقيق، عم نشوف حسين دقيق عم بساند خط الهجوم، عم نشوف حسين دقيق عم ينطلق إلى الأمام. ليش؟ لأنه بوجود لاعب مثل وسيم عبد الهادي صعب إنه يترك منطقته. حسين دقيق لصاحب الرقم 14 عنده خطورة كتير كبيرة وممكن يمر بأي لحظة ويصنع الخطورة أمام مرمى العهد مع رمية تماس لمصلحة شباب الساحل. الدقيقة 45، دخلنا على الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول. كرة لعند زيات، موسى زيات كرته الأمامية باتجاه وسيم عبد الهادي، وسيم عبد الهادي يستعمل يده للحصول على الكرة، الأمر بينتبه له تماما رضوان غندور بيطلق صفرته. تعاد الكرة لمصلحة العهد، أيضا طارق العلي بوسط الملعب لعند هيثم فعور، تقدم هيثم فعور بهالوقت، هيثم بعده عم يتقدم بهالكرة، بيلعب كرة أمامية لعند حسين عواضة. الكرات الخطيرة بهالوقت لمصلحة العهد، العرضية تخطف منطقة الجزاء، علي بزي، علي بزي بيحاول يخطف الكرة من أمام مدافعيه شباب الساحل ما بينجح بهالأمر، بتعود الكرة لمصلحة زهير عبد الله اللي بيحاول يلعب الكرة باتجاه كريست ريميلو رونيو، إنما الكرة بتوصل سهلة جدا لعند الدفاعات الحدوية. أيضا حسين فعور، هيثم فعور، هيثم فعور، العهد عم بيحاول يضغط بالدقيقة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، إذا دقيقة فقط من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، حتكون كافية أمام العهدويين لافتتاح التسجيل أم أمام شباب الساحل رح يقدر يعمل هالأمر، أم الفريقين رح يكتفوا بالتعادل السلبي. هذا الأمر اللي ممكن يحصل بالثواني الأخيرة من المباراة. بهالوقت إذا رضوان غندور عم يعلن عن نهاية أحداث الشوط الأول، إذا بالتعادل السلبي بين الفريقين. بالوقت اللي عم نشوف علي بزي عم يسقط داخل منطقة الجزاء. على كل الأحوال سريعا إلى فاصل إعلاني على أمل لحظة انطلاق الشوط الثاني بعد إشارته لرضوان غندور. شوط أول كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، بالتأكيد التعليمات كانت صارمة من جهة مدرب العهد باسم مرمر للاعبينه لأنه ما عملوا أي شيء يذكر يمكن بالشوط الأول سوى يمكن الفرصة الوحيدة لعلي بزي. يعني إذا أسمينا الفرصة هي فرصة، إنما أفضلية كانت لمصلحة شباب الساحل وتحديدا بعد فرصته لوسيم عبد الهادي كانت فرصة كبيرة لافتتاح التسجيل بالنسبة للساحليين. بالوقت لموني بهالوقت بيلعب تمريرة أمامية كرته بتنقطع، يعني مطلوب من موني الكثير بالشوط الثاني، ما ظهر بالمستوى اللي عودنا عليه موني، عم يلعب بهالوقت كرة أمامية بتروح الكرة لعند طارق علي ما قدر يسيطر بالشكل الصحيح طارق علي على كرته. تذكير إذن بتشكيلة الفريقين بمباراة اليوم بعد أن تابع الفرصة لمصلحة شباب الساحل. الكرة باتجاه كريست ريميلو رونيو بيحاول يمر لوحده، بتنقطع الكرة من رودولفو بتعود الكرة عهدوية. إذن عباس شيت اليوم بحراسة المرمى بخط الدفاع، شادي عطية، عماد الميري، جاد نور الدين، زهير عبد الله، موسى زياد، دانييل، علي غليوم بخط الوسط، بخط الهجوم موجود حسن طهماز على الجهة اليسرى، على الجهة اليمنى وسيم عبد الهادي وكريست ريميلو رونيو. هذه تشكيلة شباب الساحل بمباراة اليوم مع حسين عواضة. العرضية بهالوقت بتنقطع باللحظات الأخيرة وبتعود الكرة لعند الدفاعات الساحلية. أما تشكيلة فريق العهد، محمد سنتينا بحراسة المرمى بخط الدفاع، حسين دقيق، رودولفو، هيثم فعور، حسين فعور بخط الدفاع، بخط الوسط موجودة علي الأتات، مهدي فحص، حسن شعيتو، موني، بخط الهجوم طارق العلي، حسين عواضة، علي بزي. هذه تشكيلة الفريقين مع شباب الساحل بهالوقت. علي غليوم واحد من افضل اللاعبين بالشوط الاول، علي غليوم بيلعب كره عرضيه لداخل منطقه الجزاء، كرته الراسيه لكريست ريميلو رونيو بعيده عن مرمى محمد سنتينا. هيدا هو كريست ريميلو رونيو، بالمناسبه لقبه لكريست ريميلو رونيو ما تتفاجئوا الانفجار، دائما رئيس نادي شباب الساحل الاستاذ سمير دبوء عندما بده يعيط لكريست بيعيط له الانفجار. هذا الامر بالمناسبة بيحبه كريست. بهالوقت بيحاول يحصل على الكرة بالوقت رضوان غندور بيعلن عن خطأ لمصلحة شباب الساحل. عملوا شوط اول لا بأس فيه شباب الساحل. خطأ لمصلحة دانييل اللي بيحرك الكرة لعند علي غليوم. غليوم كرته لعند حسن طهماز، ايضا غليوم كرة بتنقطع بتعود الكرة عهدوية. الهجمة المرتدة من المفترض تكون اسرع بالنسبة لفريق العهد، انما حسن طهماز بيعيد الكرة لعند شادي عطية، شادي عطية، شادي على الجهة اليسرى بيحاول يلعب كرة امامية بتنقطع مجددا لمصلحة شباب الساحل مع دانييل لزهير عبد الله، ايضا لجاد نور الدين، خط دفاع متماسك
بالنسبه لشباب الساحل جاد بيلعب كره طويله دائما البحث عم بيكون عن راسه لكريس بالوقت اللي هناك فرصه كبيره لمصلحه شباب الساحل عن طريق وسيم عبد الهادي تسديدته ما بيكون بالشكل المناسب للاعب الفلسطيني ما عودنا ابدا وسيم عبد الهادي على هيك تسديدات ما عودنا ابدا على هيك مستوى عم يظهر فيه بالشوط الاول مع بدايه الشوط الثاني شوفوا كرته الراسيه لكريست ريميل رونيو فرطوا تماما لوسيم عبد الهادي ما بده احسن من هيك وسيم لا يفتتح التسجيل هيدي الفرصه الثانيه لوسيم عبد الهادي بمباراه اليوم مع الكره لمصلحه العهد علي بزي بيلعب كره باتجاه موني ما بتوصل الكره لعند موني بالعكس تماما بتوصل لعند الدفاعات الساحليه مش لوقت طويل بتعود الكره عهدويه ايضا مع حسين عواضر العرضيه لحدود منطقه الجزاء خطيره موني 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 مهارات عاليه عند موني بيحاول يمر ويسدد موني كرته بتنقطع كرته بتنقطع لموني وبتعود الكره لمصلحه فريق العهد مع التسديده انما تسديده سهله جدا بين يدي عباشيت يعني الساحل والعهد واحد من الفريقين عم بيكون عنده رغبة كتير كبيرة بافتتاح التسجيل هدف السابق بمباراة اليوم أمر كتير مهم هيدي انطلاقته لموني مر بطريقة مميزة موني سدد إنما تسديدته اصطدمت بمدافعي شباب الساحل وما قدر إنه يتابع موني الأمر يلي كنا عم نتحدث عنه بالشوط الأول محمود من المفترض إنه لاعب مثل موني بيتمتع بهالمهارات ياخد الأمور على عاتقه ياخد المبادرة أيضا على مشارف منطقة الجزاء وداخل منطقة الجزاء وخاصة هو عم بيكون خلف المهاجمين ممكن يكون عنده حرية كتير كبيرة موني اليوم لحتى يبرز العديد من مهاراته على أرض الملعب قائد فريق العهد أيضا مع مهدي فحص مع الكرة الطويلة كرة طويلة وعشوائية بنفس الوقت إلى خارج أرض الملعب ركلة مرمى لمصلحة شباب الساحل مع زهير عبد الله ما بعرف إذا عم بيعاني من أي وجع بقدمه زهير عبد الله أيضا مع عباشيت بيلعب كرة طويلة عباشيت باتجاه وسيم عبد الهادي واحد من أفضل اللاعبين اللي بيحموا الكرات وسيم عبد الهادي بيحمي كرته وبيحصل على خطأ بروح ياخذ مكان بشكل سريع أيضا مع عماد الميري موسى زيات بينطلق على الجهة اليمنى موسى زيات بوصل الكرة لعند علي غليوم غليوم بيلتف حول نفسه بيحاول يحافظ على كرته بشكل دائري علي غليوم عم بيحاول يحافظ على الكرة بالوقت اللي عم يتدخل وسيم عبد الهادي والضغط من لاعبي فريق العهد على لاعبي شباب الساحل من اجل الحصول على الكرة امر ما بينجحوا فيه لاعبي فريق العهد العكس تماما شباب الساحل بينجح انه يوصل الكرة مش لوقت طويل بتعود الكرة عند حسين دقيق ايضا رودولفو بيعيد الكرة حسين دقيق مجددا رودولفو هيثم فعور الوقت لحسين فعور من المفترض انه يتقدم الى الامام هيثم بينتظر زملائه بيلعب كره لعند رودولفو واصطدام ما بين مهدي فحص وعلي غليوم الحكم شو بشير رضوان غندور بيتقدم الى المكان اللي حصل فيه الاصطدام بشير لخطا لمصلحه علي غليوم ما كانت بيحوسه الكره ابدا لعلي غليوم شو بالاعاده شو اللي حصل تدخل كان قاسي باللقطة الأخيرة فرصة لمصلحة شباب الساحل إذن وفرصة لعلي غليوم من هالمكان ممكن يكون مكان أنسب بالنسبة للرقم 23 أنسب من المكان يحصلوا عليه الخطأ شباب الساحل بالشوط الأول كان على خط منطقة الجزاء الأمور بتكون صعبة عندما بتكون الكرة على خط منطقة الجزاء من كرة حرة علي غليوم بيلعب كرة أمامية باتجاه كريست ريميل رونيو إنما كرة بتوصل سهلة جدا لعند محمد سانتينا أيضا العهد بينطلقوا بهالوقت حسين فعور كرة أمامية باتجاه حسين عواضة حسين عواضة بيحاول إبقاء الكرة وبيلعب تمريرة أمامية هناك راية تسلل كرة أمامية باتجاه طارق العلي منه راضي أبدا عن راية التسلل اللي عم ترفع من قبل حكم المساعد الأول حسن أنسو هنشوف بالإعادة مثل ما شفنا بالإعادة حالة التسلل على طارق العلي أظن كريست ريمي لعند علي غليوم غليوم كرته لعند حسن توماس خطيرة المحاولة السحلية بالوقت إذا مر حسن توماس حسن توماس داخل منطقة الجزاء بيعكس كرة عرضية إنما سهلة جدا بين يدي محمد سانتينا ما عنده أي وقت يضيع محمد سانتينا بيلعب كرة سريعا للأمام السرعة والتسرع هن أمرين مختلفين هذا الأمر اللي كان عم يعمله حارس مرمى فريق العهد بالكرة الأخيرة لعب الكرة إلى خارج أرض الملعب ليحصل شباب الساحل على رمي التماس يعني أمام العهد الشوط الثاني والمتبقي من الدقائق من الشوط الثاني اللي هني وقت كتير كبير مطالب العهد اليوم بالفوز مطالب بالنقاط الثلاثة
هيدا امر ابدا ما بيتمناه جمهور النجمه اللي عم بتابعنا بهالوقت، بالعكس تمام بيتمنوا انه الفريق العاهل اليوم يخسر المباراه، وعلى اقل تقدير انه ما يقدر يحصل على النقاط الثلاثه، يقدر شباب الساحل يعادل العهد بمباراه هو الافضل فيها شباب الساحل بالشوط الاول. ايضا الكره لمصلحه الساحل، كريست ريميلو رونيو، كريست بيتقدم بهالكره، كريست بعده عم يتقدم بمر لوحده بعرض الملعب، كريست بيلعب كره لعند دانييل مع تدخل موني، انما الكره بتعود ساحليه، موسى زيات مع المتقدم، عماد الميري بيعكس كره اماميه بتوصل كره عند كريست، بيحاول المرور كريست ريميلو لرونيو، لازال عم بيحافظ على كرته، ايضا كريست كرته الاماميه باتجاه وسيم عبد الهادي ما بتوصل الكره، بتوصل الكره لمصلحه فريق العهد، ايضا لعند علي بزي مع موني، ايضا على الاتات بيتقدم بالكره على الاتات، كرته لعند موني، خاطرين العهد ممكن يكونوا بهاللحظات، موني ايضا كرته لعند طارق العلي، بمر طارق العلي بعده عم يتقدم بيحاول المرور، الكره الاماميه سهله جدا عم تكون عند الدفاعات الساحليه، وهيدي مشكله عم بيعاني منها فريق العهد من بدايه المباراه. بالوقت لحسن طهماز ينطلق بيلعب كره لعند كريست ريمير لرونيو، موسى زياد بيروح ياخذ مكان، انما كريست بيحافظ على كرته، بيلعب كره لعند موسى زياد، من المفترض الكره تكون الى الامام بالنسبه لموسى زياد، ايضا دانييل بيحاول يمر، ممكن يسدد دانييل، بسدد تسديدته بتنقطع من الدفاعات العهدويه وبتعود الكره لعند على الاتات، مشكله عم بيعاني منها ان كان فريق العهد بالخطوط الاماميه ومن جهه شباب الساحل ايضا مع بدايه الشوط الثاني. وبالتاكيد رح تصير الامور اصعب محمود على فريق العهد في حال ما سجل هدف بوقت مبكر من الشوط الثاني، الكل لا يزال عم ينتظر الهدف العهداوي مع بدايه الشوط الثاني مع علي الاتات وهالانطلاقه السريعه منه، كره على الجهه اليمنى لحسين عواضي اللي بيعكسها بعيدة عن الكل وكرة إلى خارج أرض الملعب، ركلة مرمى عند عباس شيت، هيدا حسين عوادة سينو، يعني لاعب عودنا أنه يقدم مستوى مميز ولافت، بالفترة الأخيرة مش حسين عوادة يلي بنعرفه. لا شك يمكن العصبية الموجودة عند حسين عوادة عم تضيع كثير من المستوى على أرض الملعب. طبعا النتيجة لحد هالوقت بتخدم كثير مصلحة فريق النجمة المتصدر، متصدر لائحة الترتيب العام يلي حقق فوز، منذكر على الصفا فوز كان مميز للنجمة بهدفين، يعني نشوة الفوز عند فريق النجمة وجمهوره بعدها موجودة، يعني حتى حاضرة بمدرجات ملعب صيدا البلدي، كنا عم نشوف رئيس مكتب الجمهور أبو هاني عم يوزع حتى البقلاوة على متابعي اللقاء. الوقت اللي انت كنت شرب القادر تاكل البقلاوة وانا كنت عم علق على المباراة، هلا يمكن الادوار كانت مختلفة. زهير عبد الله، علي غليوم، كرة أمامية مجددا، شباب الساحل عم يرتد للهجوم مع موسى زياد، كرة على الجهة اليمنى عند الميري أو عند وسيم عبد الهادي، بعيد الخلف عند علي غليوم، الثنائي الخطر والخطر جدا عند شباب الساحل، علي غليوم، جاد نور الدين سريعا، تمريرة أرضية مقطوعة من هيثم فعور، ما كانت مركزة تمريرته لجاد نور الدين، بالوقت يلي طارق العلي عم يخطف الكرة عم يلعبها لحسين عوادة، الكرة بتروح عند علي بزي، تسديدة من علي بزي بين يدي عباس شيت، قادر العهد يوصل، قادر العهد يسجل، لكن التركيز مفقود بهاللحظات عند مهاجمي فريق العهد مع دانييل، موسى زيات أيضا بمحاولة جديدة، كريست ريميلو رونيو بحاول يتخطى رودولفو، عم يسقط على أرض الملعب، ما في أي خطأ عم يقول رضوان غندور، لكن في ركلة ركنية لمصلحة شباب الساحل بالإعادة، الكرة فعلا خرجت من رودولفو سواريز، عماد الميري عم ياخذ كل وقته لتنفيذ الركله الركنيه، بعرف اذا فريق شباب الساحل او هيدا شاد عطيه على التنفيذ، ما بعرف اذا فريق شباب الساحل بهمه التعادل، لكن انا بلاقيه قادر يفوز بمباراه اليوم وخصوصا بعد الضغط يلي عمله على فريق العهد بالشوط الاول وبعض الفرص، ايضا من الفرصه الاخطر كانت للاعب السوري علي غليوم مع كره بوسط الملعب، مهدي فحص منه لحسن شعيته، موني لعلي الاتات،
طارق العلي عم ينطلق الى داخل منطقه التمريره البينيه باتجاه حسين عواضه. دانيال عم يقطعها، لا يزال العهد عم يبحث عن نفسه بالهجوم. بالمقابل شباب الساحل عم بيكون سريع بالارتداد والهجمات مع كره مقطوعه من رودولفو. يعني وجود رودولفو مهم جدا. وعباس عطوي اونيكا اصبح جاهز للدخول الى ارض الملعب، تبديل ممكن يغير كثير بمباراة اليوم وممكن يكون مكان مهدي فحص. مع علي غليوم على الجهة اليسرى، الغليوم بيلعب الكرة العرضية مباشرة اللي كانت قريبة من عرضته لمحمد سانتينا، تبقى الكرة ساحلية، الكرة ما خرجت، شاد عطية طويلة، رودولفو بيقطعها، حسن شعيطو أيضا، مهدي فحص، مهدي عم يتقدم، كرة لعلي الأتات، هجمة مرتدة خطرة ممكن تكون مع علي بزي، وفي راي التسلل، راي التسلل عم يرفع الحكم حسن أنسو، والتبديل رح يحصل بهاللحظات. عباس عطوي أونيكا رح يدخل مكان مهدي فحص أو مكان علي بزي. إذا رقم سبعة، الكل اعتقد مكان مهدي فحص بالوقت يلي الحكم الرابع أحمد سعيفين عم يرفع رقم سبعة. سريعا علي بزي عم يخرج الى ارض الملعب من خلف المرمى، بده يضيع اي دقيقة على فريقه مع دخول عباس عطوي اونيكا. رح نشوف اذا هالتبديل رح يغير من صورة فريق العهد بمباراة اليوم، رح يقدر فريق العهد يسجل الهدف يلي سعاله من بداية هاللقاء. زهير عبد الله، جاد نور الدين، ياخذ كل وقته فريق شباب الساحل لبناء الهجمات. موسى زيات، كرة لعند وسيم عبد الهادي، مقطوعة من أمامه من حسين دقيق، بتروح لطارق العلي، طارق عم ينطلق بشكل كتير سريع، طارق العلي عم يتقدم، ممكن سد من بعيد لكن تسديدته أيضا بعيدة وفوق مرمي لعباس شيت. هيدا المشهد شفناه كتير بمباراة اليوم، التسديدات الضائعة والتائهة فوق المرمى. فريق العهد أصاب الخشبات ثلاث مرات، بالمقابل مرة واحدة شباب الساحل من خمس تسديدات. طبعا هي كانت تسديدة علي غليوم يلي أبعدها محمد سنتينا بالشوط الأول. يعني عودنا فريق العهد على الكرة الجميلة، وهذا أمر اللي عم يفتقده بمباراة اليوم. فعلا بعكس التوقعات كلها، أكتار كانوا بيتوقعوا إنه يشوفوا مباراة قوية من جانب فريق العهد، لكن لحد هاللحظات الامور مغايره. مهدي فحص على امل طبعا انه تتغير بالنصف ساعه الاخير، مع كره اماميه باتجاه حسين عواضه، حسين بحاول يلحق بالكره لكن بعيده عنه مره جديده. بلش فريق العهد يعتمد على الكرات الطويله، يعني شمس بزر كره قدم، بس ما في واتساب بهالمشهد. ركلة المرمى تنفذ باتجاه دانيال، برأسه اللاعب النيجيري، توصل لوسيم عبد الهادي من لمسة وحدة. حسين دقيق، حسن شعيطو من لمسة وحدة، أيضا الكرات المقطوعة بتبقى مع العهد، مع أونيكا اللي أصبح هو قائد الفريق الأصفر. أونيكا بيحصل على الكرة وبيسدد من مكان بعيد، فكرتها ذكية لكن ما لقيت الطريق للشباك بالوقت يلي اكيد مش هو ميسي الحقيقي الموجود بمدرجات ملعب صيدا البلدي. بس برضه يعني ميسي حاضر، ميسي حاضر رغم انه كان غائب عن المباراة الأخيرة أمام ريال مدريد، مباراة يلي تركت ذكرى أليمة بنهائي كأس إسبانيا عند مشجعي الفريق الكتالوني، والكل عم يسأل وينو ميسي؟ من شوي شفناه. مع كرة على الجهة اليسرى عند حسين دقيق، منه لأونيكا، أيضا الكرة الأمامية زهير عبد الله، زهير بمواجهة طارق علي، يبعد الكرة للميري، منه لعلي غليوم. شباب الساحل بهالوقت ما عم يقدر يخرج من منطقة الوسط، عم يقدر فريق العهد يفرض حضوره، وخصوصا انه وجود عباس عطوي اونيكا عم يعطي الخيارات للاعبي العهد
من خلال التمرير. أونيكا مرة جديدة عم يشترك بالكرة، عم نلاحظ بهالفترة أو بهالدقايق الأخيرة كل الكرات عم توصل لرقم 10 مع علي الأتات، هو صعب المحاولة والتسديدة أيضا العالي يبدو ارتدت من قدم أحد مدافعي شباب الساحل إلى ركلة ركنية. بلش فريق العهد يتحرك، بلش يصير أصبح أخطر فريق العهد. طبعا مخرجنا جيلبير منه راضي ابدا عن حديثنا عن ليونيل ميسي. ركنيه جديده لفريق العهد مع حسين دقيق. الدقيق بيلعب الكره قصيره، زهير عبد الله بيبعدها عن اول عاده، بتروح لكريست ريميلو رونيون. كريست عم بيحمل كره بيلعبها أرضي باتجاه علي غليوم، الهجمة المرتدة عند حسن طهماز السريع. حسن طهماز عم ينطلق معه هيثم فعور، هل رح ينجح بالمرور عن هيثم فعور؟ حسن طهماز عم يغير وعم يلعب الكرة العرضية لكن ما وصلت لحدا من مدافعي شباب الساحل. أول كرة عم يخسرها عباس عطوي بوسط الملعب، بتروح لوسيم عبد الهادي. المحاولات لا تزال قائمة من شباب الساحل، والكرة أيضا الأمامية باتجاه غليوم مقطوعة إلى رمي التماس. يعني فريق العهد مجددا أصبح تحت ضغط شباب الساحل. لا شك يعني بس بوجود عباس عطوي اونيكا يمكن الامور كثير تتغير على ارض الملعب، وخاصه الى جنبه راح يكون موجود يعني على الاتات، بالاضافه الى موني يمكن راح يتحرر بعد الشيء، ولاعب مثل عباس عطوي يكون موجود الى جنبه لموني بالاضافه الى على الاتات، يمكن هلا اللاعبين الثلاثه راح يعطوا انتاجيه كثير كبيره بوسط الملعب، وهذا امر ممكن يكون واضح بالدقائق المقبله من المباراه. دلوقتي حسين عواض عم يحصل على رمي التماس بتنفذها بشكل سريع لعند عباس عطوي. اونيكا بيحاول تفحى نفسه، اونيكا بيحافظ على كرته، بيعيد الكره لعند رودولفو، رودولفو بشكل خاطئ كره بتوصل لعند وسيم عبد الهادي، بتعود له كره ساحليه دانييل لعند موسى زياد. زياد بسد التسديده بعيده الى خارج ارض الملعب، رمي التماس او ركله مرمى لمصلحه فريق العهد بتتنفذ بشكل سريع مع حسين دقيق. ايضا مهدي فحص، كرات اللي عند علي الاتات، الاتات لهيثم فعور، كره طويله من هيثم فعور باتجاه حسين عواضه، انما خروج كان لعباس شيتي بتلقط الكره بسهوله، ما في اي مشكله عند عباس شيت. ايضا مع دانييل، يعني اللي عجبني اليوم بشباب الساحل عم يقدروا يخرجوا من منطقتهم بشكل سهل جدا وبتمريرات قصيره عم يقدروا يصنعوا الخطوره. شوف باي طريقه لاعبي شباب الساحل عم بيحاولوا انه يخرجوا من منطقتهم. بالوقت حسين عواضه بيستعيد الكره لمصلحه العهد، رح يلعب الكره لعند اونيكا، اونيكا تمريرته الاماميه خطيره، محاوله لمصلحه طارق علي، بسدد طارق علي تسديدته بتنقطع باللحظات الاخيره. المتواجد دائما زهير عبد الله ليقطع الكرات الخطره لمصلحه فريق العهد، الكره بتنقطع الى خارج ارض الملعب، هالامر بيعني انه هناك ركنية لمصلحة فريق العهد، ركنية على يساره تماما لعباس شيد. بالوقت لي شادي عطية عم بكون موجود إلى جانب القائم القريب مع علي الأتات، بيلعب الكرة العرضية لداخل منطقة الجزاء، بتمر عن جميع مكون هدف الموقع، جول! حكينا عنك كثير يا موني، حكينا عنك كثير يا حسن شعيتو، انك غائب عن مباراة اليوم مثل ما كنت غائب عن مباراة الماضية أمام النجمة. ظهرت بلحظة داخل منطقة الجزاء، ظهرت وسجلت وهزيت الشباك، وبأي طريقة عم يحتفلوا لاعبي فريق العهد على أرض الملعب، بأي طريقة وبطريقة مميزة، كانت قد تكون الطريقة الأولى باحتفال أي لاعب على أرض الملعب وأي لاعبين بعد تسجيل الأول أهداف المباراة. السلفي الشهيرة، الصورة الشهيرة اللي انشهرت بالفترة الأخيرة بلبنان، هذا الأمر اللي عم يحتفلوا فيه لاعبي فريق العهد. الكرة العرضية من الركنية وصلت إلى رأسه لحسن شعيتو، موني عم بيهز الشباك، أخطأ أكيد، أخطأ عباس شيت، أخطأ بالتقاط الكرة، والخطأ كلف الكثير لاعبي شباب الساحل ونادي شباب الساحل بتقدم فريق العهد بهالمباراة بنتيجة 1-0. وأيضا مع العهد مع الكرة الأمامية، ممكن حسين عواضة بسدد مباشرة، تسديدته قريبة، حسين عواضة كاد إنه يقضي على آمال الساحليين، كاد إنه يخلص المباراة بأقل من دقيقتين بعد ما العهد قدر يفتتح التسجيل بالمباراة بشكل سريع من ركنية من قدمه كانت لعلتات، وصلت لرأس سليموني، هز الشباك واعطى التقدم اللي انتظروا كثير العهداويين على ارض الملعب، اللي انتظروا كثير جمهور العهد عبر شاشه الجديد، وانتظروا فعلا وقدر انه يحصل على هالامر. العهد 1-0، ما فينا نقول يمكن بعكس مجريات المباراه
فينا نقول مباراة متكافئة بالشوط الثاني. العهد من خلال هالكرة الرأسية قدر يهز الشباك بالوقت اللي شادي عطية كان موجود على القائم القريب وما كان موجود لا يقدر يخلص الكرة الرأسية لموني بالوقت. شباب الساحل أيضا ردة فعل ممكن يكون سريعة. كريست ريمي كريست بيحاول يمر بمهاراته ما بينجح بها الأمر. الكرة بتبقى ساحلية العرضية بتوصل لعند حسن طهماز. حسن طهماز بده يحاول يتكل على سرعته بالانطلاقات بيلعب كرة أمامية. حسن طهماز كان عم بسدد أو عم يلعب كرة عرضية بالحالتين كرته إلى خارج أرض الملعب. ركلة مرمى لمصلحة شباب لمصلحة العهد. ركلة مرمى بهالوقت لمصلحة العهد. ارتاحوا بهالوقت العهد تقدموا بالمباراة 1-0 بالتأكيد أمر لا يطمئن الأهدويين بالوقت الأونيكا. اللمسات السحرية ممكن يكون مع التمريرة الأمامية إنما تمريرة بتنقطع بتعود الكرة لعند الدفاعات السحرية. زهير عبد الله كرة عند وسيم عبد الهادي بيحصل على الكرة وسيم بيعيد الكرة للخلف أيضا مع شباب الساحل. علي غليون بيحاول يتف حول نفسه تضييق المساحات والضغط من قبل لاعبي فريق العهد هالأمر بيحصل عليه. الكرة بيحصل عليها تماما طارق العلي مش لوقت طويل بيستعيدها موسى زيات لبناء هجمة سريعة لمصلحة فريقه. الساحل مطالبين بهالوقت ما عندهم أي شيء يخسروه بهالمباراة. هن متأخرين 0-1 يعني مفروض من شباب الساحل يتخلى عن كل الحذر تحت أنظاره جمال طه بالتأكيد تماما مستاء من تأخر فريقه بهاللقاء. هو بيعتقد تماما أنه فريقه كان بيستحق التقدم ومعه حق تماما جمال طه. بالوقت لأونيكا يضع الكرة خارج أرض الملعب. الوقت لهناك حسين عوضة موجود على أرض الملعب وأيضا باسم مرمر ارتاحت أعصابه بعض الشيء. نشوف هالاصطدام ما بين حسن طهماز وحسين عوضة. هذه فرصة للاعبين يعني أونيكا عم يشرب المي بهالوقت يعني بالوقت اللي من دقائق قليلة كان أونيكا دخل إلى المباراة محله يعطش نجم فريق العهد. بالوقت المباراة عم تتابع أيضا مع رودولفو بالتأكيد يعني أخذوا الثقل الكبيرة لاعبي فريق العهد بعد التقدم. أيضا مع رودولفو على الجهة اليسرى بيترك الكرة لعند علي الأتات. كرة لرودولفو مجددا علي الأتات. الكرة الأمامية باتجاه طارق العلي بيحمي كرته بالشكل الصحيح أمام ثلاث لاعبين بيتخلص منهم بيلعب الكرة لعند مهدي فحص لحسين فعور لهيثم فعور. كرة طويلة باتجاه حسين عوضة كرته الرأسية بتعود لعند جاد نور الدين. أيضا حسين عوضة بيحاول إعادة الكرة لمصلحة فريقه مع أونيكا بيحاول يلم الكرة بشكل مميز أونيكا إنما الحكم بيشيل لخطأ لمصلحة شباب الساحل. شادي عطية وروح رياضية عالية عم يكون من حسين عوضة بيحاول يطمئن على شادي عطية. الوقت اللي هناك تبديل عم يحصل بصفوف شباب الساحل. عم يدخل مصطفى شاهين واللي عم يخرج حسن طهماز يعني مهاجم عم يخرج وعم يدخل مهاجم. في أي تغيير تكتيكي عم يحصل من جانب جمال طه. بالوقت العادي عم يحصلوا على عملية تماس. حسين فعور كرة باتجاه أونيكا عم بيطالب بخطأ. الحكم بيشيل لخطأ لمصلحة العهد بهالوقت. موسى زيات أبدا منه مبسوط من قرار حكم المباراة يعني بالوقت كان عم توجه أونيكا لينفذ الخطأ لمصلحة فريق العهد. طلب منه هيثم فعور التقدم إلى الأمام وهذا الأمر الأصح اللي كان عم يعنوا هيثم فعور. هيثم فعور بيلتف حول نفسه بيحافظ على كرته. هيثم بيلعب كرة طويلة للمتقدم حسين دقيق بتعود الكرة لعند زهير عبد الله. الوقت ليموني بيحاول استعادة الكرة لمصلحة فريقه ما بينجح بهالأمر إنما بينجح بأمر آخر إنه يحصل فريقه على ركنية. أو على رمي التماس. رمي التماس لمصلحة العهد تتنفذ بشكل سريع. هذا الكرة عهدوية والخطورة لمصلحة فريق العهد. اللون الأصفر هو الطاغي على المنطقة الساحلية مع تقدم
مهدي فحص بيسدد من خارج منطقة الجزاء، بتعود الكرة لمصلحة شباب الساحل، الهجمة مرتدة عن طريق شادي عطية، بينطلق بها الكرة بعده عم يتقدم، بيلعب كرة طويلة باتجاه كريست، كريست بمر بطريقة مميزة، بعده عم يتقدم كريست، بيلعب كرة أمامية باتجاه وسيم عبد الهادي، إنما تدخل رودولفو، شوفوا بأي طريقة رودولفو يعني قطع عرض الملعب وتوجه نحو وسيم عبد الهادي يقطع الكرة من أمامه، تغطية دفاعية مميزة لرودولفو شربيل. عم بيكون ممتاز بمباراة اليوم رودولفو، بالتأكيد إلى جانب هيثم فعور بمركز قلب الدفاع، ما عم يخلوا لاعبي شباب الساحل يتصرفوا بحرية عندما عم توصل الكرات مع كريست ريميلو رونيون اللي حاول يلعب الكرة مقصية مقطوعة مجددا من دفاع العهد، دفاع العهد حاليا تحت الضغط، حسين دقيق بمواجهة علي غليوم، غليوم بيرتد للخلف بيلعب الكرة العرضية، هيثم فعور بالرأس مرة جديدة أونيكا من لمسة واحدة بتروح عند موسى زيات، علي غليوم محاولة للرد من شباب الساحل، محاولة لإدراك التعادل، علي غليوم عم يتقدم عم يسقط، ما في أي خطأ عم بيقولوا حكام المباراة، علي الأتات عم يحصل على الكرة سريعا إلى أونيكا، أونيكا من لمسة واحدة لحسن شعيتو، تغير فريق العهد بعد دخول أونيكا، بالتأكيد شوفوا تمريرة أونيكا لحسين عوادة عم توصل عم تمر عن شادي عطية، حسين عوادة الرقم 17 على الجهة اليمنى شو ممكن يعمل بالكرة، سينو عم يلعب الكرة عرضية باتجاه طارق العلي، سنتيمترات قليلة فصلت بين رأس طارق العلي والكرة والهدف الثاني للعهد، جميلة جدا كانت الكرة العرضية من حسين عوادة مع بوسط الملعب هالصراع، وفي خطأ لمصلحة علي غليوم يمكن أكثر لاعب حصل على الأخطاء بمباراة اليوم، بالوقت يلي جمال طه عم يلعب ورقته الثانية وحسن كوراني رح يدخل مكان موسى زيات، مع كوراني أول كرة بحولها لعلي غليوم، غليوم أمامه مصطفى شاهين عم يعتمد على نفسه، علي غليوم بيلعب الكرة لشادي عطية والتمريرة العرضية بتلاقي الشباك الخارجية لمرمى محمد سانتينا، بيعرف كتير منيح شباب الساحل إنه ربع ساعة فقط متبقية على نهاية اللقاء، بيعرف كتير منيح إنه في حال ما نجح بتسجيل هدف سريع ثلاث نقاط متجهة صوب فريق العهد يلي أصبح عم ينتقل من مهمة تسجيل الأهداف لمهمة المحافظة على النتيجة، مجددا حسن كوراني بوسط الملعب، مصطفى شاهين عم يسقط وعم يحصل على خطأ، الأمر المستغرب مصطفى شاهين اللاعب المهاجم بصفوف فريق شباب الساحل سجل هدف وحيد، الأمر منه مستغرب عند المهاجمين نكتار هن المهاجمين بالدوري اللبناني اللي ما عم ينجحوا كثير بتسجيل الاهداف، الاعتماد عم يكون على لاعبي خط الوسط، الامر حتى عم نشهده كنا مع فريق الصفا والتسديده من مصطفى شاهين عم ترتد الى ركله ركنيه، هالمره الساحل هو الاقرب مع هالركله الركنيه الى يساره لمحمد سانتينا، مثل العاده شادي عطيه عم يروح على تفيذه، شادي عطية خلف الكرة بيلعب الكرة إلى داخل منطقة قصيرة، هيثم فعور بيتمكن من إنه يبعدها، أونيكا التمريرات الطويلة الدقيقة من أونيكا، حسين عوادة شيت عم يخرج من مرمى بطريقة غريبة وعم ينقذ المرمى حسين عوادة، يعني كرة حسين عوادة كانت قريبة من إنها تتابع طريقة باتجاه شباكه لعباس شيت، لكن بالوقت المناسب عباس شيت كان عم ينقذ مرمى، شوفوا تمريرات عباس عطوي اونيكا يعني قد فيها خطوره، ولو ان تمريرات طويله مع الكره الطويله ايضا باتجاه المنطقه العهدويه، هيثم فعور من مره واحده عم يبعدها بتروح لدانيال، كريست امامه شادي عطيه بغير رايه، كريست ريميلو رونيون عم بيوسع لنفسه لا يزال عم يلاقي المنفذ باتجاه منطقه العهد، كريست عم يتقدم عم يحاول يلعب للعطية، لكن الكرة عم تخرج بحماية طارق العلي، بالإعادة مرة جديدة الكرة الطويلة يلي لعبها أونيكا، خروج عباس شيت المفاجئ، والكرة يلي كانت متجهة صوب شباكه لو ما ارتدت من ركبته، المفترض انه الحسابات تكون دقيقة عند اي حارس مرمى عندما يخرج من مرماه لملاقات المهاجم، مع علي الأتات بعرض الملعب، حسين فعور على الجهة اليمنى، عباس عطوي بالفعل بوصل الكرة لحسين فعور بانتظار الكرة العرضية، ثلاث لاعبين من العهد، حسين فعور كرته عم ترتد بشادي عطية لركلة ركنية جديدة، ركلة ركنية جديدة إذا
لفريق العهد. علي الأتات عم ياخذ كل وقته لتنفيذ الركنيه. كل دقيقه عم تمر والعهد متقدم، هي مكسب للفريق الاصفر بمباراه اليوم. النقاط الثلاثه بتعني له، ما بيعني له يمكن كثير المستوى يلي عم بيقدمه، ما بيعني له كثير مستوى فريق شباب الساحل، كل اللي بيعني له انه يحصل على ثلاث نقاط مع الركنيه اللي تنفذت بين يدي عباس شيت. كره عن جد نور الدين طويله مقطوعه بالراس من مهدي فحص. حسن كوراني ايضا من لمسه واحده باتجاه وسيم عبد الهادي. حسين دقيق على التغطيه، بتروح الكره للعهد يلي بده يقدم كل شيء عنده باللحظات الاخيره، ان كان على الصعيد الهجومي لتعزيز النتيجه او ان كان على الصعيد الدفاعي للمحافظه على النتيجه. مع علي غليوم بيلعب الكره لمصطفى شاهين، هيثم فعور مجددا حاضر لكن عم يخسر الكره، بتروح لوسيم عبد الهادي، خطره جدا ممكن تكون هالكره. وسيم عبد الهادي كريس تريمي لورونيو بحولها بالراس، بتبقى لشباب الساحل. في سقوط، في سقوط على ارض الملعب. مصطفى شاهين كان عم يسقط، اذا ما في خطا بالتاكيد بيستحق انذار مصطفى شاهين. مع علي الاتات عم بيحاول ينطلق على الجهه اليمنى. علي الاتات في راي من الحكم، كان في راي من الحكم وفي خطا، خطا على علي الاتات، في مسك كان من علي الاتات لشهد عطيه. بالاعاده مره جديده هيثم فعور كان عم بيحاول يحصل على الكره مثله مثل مصطفى شاهين، مصطفى كان عم يسقط داخل منطقة الجزاء. بالوقت يلي علي الأتات يبدو أصيب، يبدو أصيب بشد عضلي ولا يزال على أرض الملعب. اللاعب يستقبل بهاللحظات عند مصطفى شاهين، الكرة بهيئة لشاد عطية، منه لمصطفى مرة جديدة، شاد عطية من لمسة واحدة. في خطأ لمصلحة شباب الساحل. رضوان غندور يعني تشك لياقة بدنية عالية بدها تكون عنده تيقدر يقود مباراتين بيومين متتاليين، ومش حيالله مباراتين، نجمي والصفا، شباب الساحل والعهد. مع علي غليوم خلف الخطأ، غليوم بيلعب الكرة طويلة باتجاه كريست، لكن الرأسية من جاد نور الدين بين يدي محمد سنتينا. هيثم فعور مجددا الكرات الطويلة. بالوقت يلي محمد أبو عتيق عم يتحضر للدخول إلى أرض الملعب، رح نشوف إذا كان رح يدخل مكان علي الأتات مع التمريرة من الأتات باتجاه طارق العلي. ما في أي تسلل، طارق العلي عم ينفرد، ممكن يسجل الهدف الثاني طارق العلي، لكن تسديدته عم تخرج بعيدا من مرمى لعباس شيت. مجددا طارق العلي وللمباراة الثانية على التوالي عم بيكون أمام فرصة ذهبية لتسجيل هدفه الخامس ببطولة لبنان هالموسم، اللي هو بالمناسبة كان سجل هدفين هدفين بمباراة الذهاب. بمباراة الذهاب فعلا كان سجل هدفين طارق العلي، وكان أمام فرصة تسجيل هدفه الخامس ليكون مثله مثل حسن شعيط، ويكون اثنيناتهم سجلوا خمس أهداف. موني إذا هو يلي كان سجل هدف المباراة الوحيد والخامس لإله بالبطولة. مع كرة أيضا عند جاد نور الدين بسلمها لشاد عطية في اصطدام مع حسين عوادة، ما في أي خطأ بيقول رضوان غندور، حسين عوادة بتبقى الكرة معه وإلى رمي التماس لمصلحة العهد. بهاللحظات رح يتم التبديل، محمد أبو عتيق رح يدخل إلى أرض الملعب، ومثل ما توقعنا مكان علي الأتات. مجهود كبير عمله علي الأتات بوسط الملعب، وباسم مرمر يلي عم يسعى لتحقيق فوزه الأول مع فريق العهد، بحاول يعني عم بحاول يدخل ويدخل دماء جديده لتشكيلته. بالتالي ابو عتيق اصبح موجود على ارض الملعب مكان علي الاتات. بعرف الى اي مدى هالتبديل رح يفيد العهد على الصعيد الهجومي في حال اراد تعزيز النتيجه بمباراه اليوم. لا شك انه محمد ابو عتيق يعني لاعب بيقدر يدافع، بيقدر يهاجم بنفس الوقت، عنده لياقه بدنيه عاليه، بده يحاول انه يستفيد منه بالدقائق المتبقيه بس مرمر من المباراه. بالنسبه لمحمد ابو عتيق بالوقت اللي كان عمل مجهود كثير كبير مثل ما ذكرت شربل على الاتات بمباراه اليوم، لهالسبب يعني الدقائق المتبقيه هي دقائق اللياقه البدنيه. واضح انه هناك تعب على بعض اللاعبين. بالوقت شباب الساحل ايضا
عن طريق عماد الميري. عماد الميري بتقدم بهالكرة عنده عم بيحافظ على كرته بيلعب كرة عرضية لداخل منطقة الجزاء إنه موجود محمد سنتينا اللي طقط الكرة بكل سهولة. محمد سنتينا يضع الكرة خارج أرض الملعب. الإفساح في المجال لمعالجة حسين عواضة أو حسين عواضة رح يقدر يتابع المباراة من دون ما يخرج إلى خارج أرض الملعب. بلوت هناك هدف التعادل، هدف التعادل لمصلحة شباب الساحل. يعني بالوقت اللي كان عم بيعيد الكرة، بالوقت اللي كان عم يتم إعادة الكرة لمصلحة فريق العهد، محمد سنتينا وقف اتفرج على الأمر. الأمور قانونية، الأمر قانوني تماما. مصطفى شاهين عم بيعيد الكرة لمصلحة العهد. محمد سنتينا حشوف شو صار، شو حصل بالإعادة. رمية التماس تنفذت، كان عم يطلب فعلا شاد عطيه انه يعيد الكره لمصلحه العهد مصطفى شاهين. وشوفوا باي طريقه سدد بطريقه مميزه تماما، قصد تماما انه يهز الشباك العهدويه ويسجل هدف التعادل وسط ذهول تام عم بيكون عند لاعبي فريق العهد. شوفوا التصفيق من قبل حسين دقيق بالنسبه للاعبي شباب الساحل. يعني امر غريب كان عم يحصل بالمباراه، وامر غريب هدف التعادل لمصلحة شباب الساحل. نحن تفاجأنا، الكل تفاجأ، اللاعبين على أرض الملعب تفاجأوا، المدربين تفاجأوا، الحضور تفاجأ، الصحفيين تفاجأوا، والمشاهدين بكل تأكيد تفاجأوا. هيدا مصطفى شاهين، بالتأكيد مصطفى شاهين ما كان عم بيعيد الكرة لمحمد سنتينا، عم بيسدد وعم بيصيب المرمى بحرفني. كان مصطفى شاهين كان قاصد إنه يهز الشباك، كان قاصد إنه يسجل هدف التعادل، وهذا الأمر اللي كان عم يحصل. إذا هدف التعادل بشكل قانوني، إنما فعلا يعني عم نتحدث عن الأمور القانونية. ما بعرف من الناحية الأخلاقية قديه مدى يعني الأمر الواضح محمود الحادثة اللي حصلت. شباب الساحل نفذ رمية التماس، مصطفى شاهين كان كل فريق العهد بانتظار إنه يعيد الكرة لفريق العهد. حتى بنطلب من جلبير إعادة المشهد عندما تنفذت رمية التماس. كان عم يطلب شادي عطية من مصطفى شاهين إعادة الكرة لمصلحة العهد. يعني حادثة غريبة اللي حصلت، خلينا نشوف الإعادة. شوفوا حتى شادي عطية عم يطلب من مصطفى شاهين إعادة الكرة. مصطفى شاهين سدد مباشرة وهز الشباك. حتى لاعبي العهد كانوا تاركين مصطفى شاهين تماما، اعتقدوا إنه مصطفى شاهين بده يعيد الكرة لمحمد سنتينا، لكن لاعب الكرة لوب الى داخل الشباك وسجل هدف التعادل. كنا عم نشوف ما عاد احتياط فريق العهد عم يعترض بشده على يلي حصل. حادثه غريبه فعلا، يعني على امل انه ما تتكرر بالملاعب اللبنانيه. يعني الكره كان عم تبعد الى خارج ارض الملعب من قبل حارس مرمى العهد من اجل افساح بالمجال لمعالجه. كان سقط حسين عواضه وقت هناك بطاقه صفراء عم ترفع بوجهه لشادي عطيه او لعلي غليوم. يعني بدون شك التوتر رح يصير اكبر بالمباراه، وخاصه بالدقائق الاخيره هي المتبقيه، اقل من اربع دقائق على نهايه المباراه في حال انتهت المباراه بالتعادل ايجابي. ما بعرف يعني رح يكون حديث الشارع الكروي بلبنان هالحادثه، حديث رح يكون كثير كبير حول هالحادثه اللي حصلت بالوقت هناك. انطلاقه عهدويه والخطا لمصلحه فريق العهد بوسط الملعب. هل بامكان فريق العهد تسجيل هدف ثاني وهدف الفوز يكون بالمباراه؟ وتبديل عم يتحضر بصفوف فريق العهد. مهدي عطوي هو عم يحضر للدخول ايضا بالكره لمصلحه العهد مع اونيكا. اونيكا بسد التسديده قويه جدا، انما بتتخلص وبتعود الكره لمصلحه العهد. فرصه كبيره لمصلحه العهد من اجل تسجيل هدف التقدم. محمد ابو عتيق كان بمكان مناسب تماما لهز الشباك الساحليه. فشل محمد ابو عتيق باللقطه الاخيره، كان بامكانه تسجيل هدف تعادل. شوفوا بالاعاده وصلت الكره سهله جدا كانت لصاحب الرقم 19، والتبديل بهالوقت عم يحصل. مهدي عطوي هو اللي حيدخل بتشكيلة العهد، بالوقت اللي حيخرج حسين عواضة. إذا مهدي عطوي، شوفوا العصبية الكبيرة كانت بهاللحظات عند حسين عواضة. ما بعرف يعني يمكن معه حق كثير حسين عواضة يكون معصب بهاللحظات. هدف التعادل سجل بطريقة غريبة عجيبة بالوقت اللي عم شوف الفرصة العهدوية عن طريق محمد أبو عتيق. يعني ما بده أحسن من هيك محمد أبو عتيق على أمتار
قليل بعيد كان عن مرمى لعباس شيت، كان في وضع الكرة بسهولة فوق لعباس شيت الموجود كان على أرض الملعب. لا شك يمكن التوتر بالحادثة اللي حصلت شربل جعل يمكن محمد أو عتيق يكون متوتر زيادة عن اللزوم، بالإضافة إلى لاعبيه فريق العهد اللي هن تفاجأوا كتير بالأمور اللي حصلت بالأمر اللي حصل على أرض الملعب. بالوقت يلي فريق العهد من المفترض أن يكون بكامل تركيزه بآخر دقائق المباراة يحاول أقله يسجل هدف ليحصل على 3 نقاط. التعادل اليوم منه بمصلحته أبدا، فعلا رح تكون دعسة ناقصة كتير كبيرة لفريق العهد في حال انتهت النتيجة بالتعادل 1-1. وفي حال انتهت النتيجة بالتعادل الإيجابي شربل، يعني وبأي طريقة بيكون العهد عم يتعادل بهالمباراة، بأي طريقة بيكون عم يخسر نقطتين، بغض النظر على أنه المباراة كانت بالشوط الأول أفضلية لشباب الساحل أو للعهد أو حتى بالشوط الثاني أو أفضلية المباراة بشكل عام، رح يكون الحديث شغل الشاغل عن جمهور كرة القدم بلبنان هي الحادثة اللي حصلت على أرض الملعب وتحديدا عن طريق مصطفى شاهين. يعني ممكن كتير العهد يخسر البطولة من وراء الهدف الغريب يلي دخل مرمي. فعلا ممكن كتير يخسر البطولة، إذا صح التعبير أكثر يخسر يمكن المنافسة الجدية والحقيقية على لقب بطولة لبنان اللي هي أصبحت أقرب لفريق النجمة، هي أصبحت فعلا أقرب لفريق النجمة. إنما الأمور بعد ما انتهت يعني هناك مباريات صعبة لحتى كومبولي بانتظار فريق النجم، وخاصة المباراة المنتظرة والمرتقبة هي الديربي الكرة اللبنانية، هي المباراة التقليدية اللي حتجمع النجم والأنصار بالأسبوع 20 من بطولة لبنان مع الكرة لمصلحة شباب الساحل. شباب الساحل بده يحاول يسجل هدف تاني، ليش لا؟ هذا أمر من حقه لشباب الساحل بالدقائق المتبقية أو بالدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، أقل من دقيقة إذن على نهاية المباراة. النتيجة التعادل الإيجابي 1-1. يعني كل اللي عم يتابعنا بهالوقت، شباب الساحل سجل هدف التعادل عن طريق مصطفى شاهين بعد ما كان وضع الكرة حارس مرمى العهد محمد سنتينا خارج أرض الملعب لإفساح بالمجال لمعالجة حسين عواضة اللي كان موجود على أرض الملعب بهالوقت. هناك بطاقة حمراء لهيثم فعور. رضوان غندور عم بيكون قراراته صارمة تماما. هنشوف شو اللي حصل بالإعادة. هيثم فعور تعرض بالضرب بيده اليمنى على وجهه لعلي غليوم، الأمر ما خليه يتأخر أبدا لرضوان غندور يرفع البطاقة الحمراء. يعني في حال انتهت المباراة بالتعادل العهد رح يخسر نقطتين، وأيضا رح يخسر جهود هيثم فعور بالمباراة المقبلة. الوقت لمهدي عطوي، مهدي عطوي بيستلم الكرة بيلعب كرة أمامية باتجاه أونيكا، هناك تمريته مقطوعة بتعود الكرة لوسط الملعب باتجاه مصطفى شاهين. رودولفو محاولة منه لإعادة الكرة لمصلحة فريق العهد مع طارق العلي، أيضا مع أونيكا خطير المحاولة العهدوية، خطير المحاولة العهدوية عن طريق موني بيعكس الكرة بيحاول يسدد إن تسديدته بتتخلص باللحظات الأخيرة من دفاع شباب الساحل، وبتعود الكرة لمصلحة شباب الساحل انطلاق بالهجمة المرتدة ممكن يكون خطيرة. محاولة شباب الساحل عن طريق زهير عبد الله اللي بيتعرض لخطأ بهالوقت خطأ لمصلحة شباب الساحل. 1-1 النتيجة أصبحت على ملعب صيدا. بنلعب بالوقت المحتسب بدل عن ضائع، والفرصة لمصلحة شباب الساحل مع الكرة الأمامية، كرة بتنقطع وبتعود الكرة لمصلحة فريق العهد مش لوقت طويل، ايضا لمصلحه شباب الساحل عند كريست ريمي داخل منطقه الجزاء بيطالبوا بشيء لاعبي شباب الساحل، الحكم بيقوم بمتابعه المباراه، وايضا رمي التماس لمصلحه شباب الساحل مع شادي عطيه. ابدا ما فينا نلوم لاعبي فريق العهد بهالوقت من المباراه بعد الصفعه اللي كان عم يتلقاها العهد بهدف التعادل الغريب العجيب رح ينحكى عنه كثير لهالهدف. بالوقت لمهدي عطوي بيعيد الكرة لمصلحة العهد عن طريق أونيكا بمهاراته بيحاول يمر بيلتف حول نفسه بيطلب من اللاعبين التقدم إلى الأمام، الهجمة عهدوية بالثواني الأخيرة من المباراة، أيضا مع موني بيحاول يمر بيمر عن أول لاعب بيلعب تمريرة بعرض الملعب أيضا لعند أونيكا، توصل الكرة لعند أونيكا عباس عطوي كرته سهلة جدا لعند دانييل، وأيضا محمد أبو عتيق بيعيد الكرة عهدوية مع التمرير الأمامية. هناك رأي التسلل بهالوقت، يعني وكأنه
المباراة رايحة للتعادل الإيجابي. نشوف رايت التسلل بالوقت اللي هناك خطأ كان أعطى الأدفانتج. رضوان هندور بالكرة الأخيرة، الكرة بتتنفس داخل منطقة الجزاء، بتنقطع الكرة، بتعود الكرة لمصلحة العهد، أيضا مع العهد ممكن العهد. الحكم بيشيل لي خطأ من مكان مناسب تماما لعباس عطوي أونيكا. يعني خسائر العهد راح تكون كبيرة محمود بمباراة اليوم، في حال انتهت النتيجة بالتعادل راح يخسر نقطتين العهد، راح يخسر أيضا هيثم فعور بالمباراة المقبلة. فعلا مباراة صعبة كانت على فريق العهد، كانت الأمور صعبة عليه ليفتتح التسجيل، وأيضا الأمور صعبة عليه لينهي المباراة بالنتيجة يلي كان عم يرغب فيها عند انطلاق اللقاء. بالوقت اللي دخلنا بالدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل عن ضاعف، فرصة لمصلحة فريق العهد، فرصة كتير كبيرة لأونيكا، هل بإمكانه تسجيل هدف التقدم؟ ممكن يكون هدف الفوز، وبالتأكيد في حال عاد سجله هدف بهالوقت، إنما الكرة بتتنفس بطريقة إلى خارج أرض الملعب من حسين دقيق. يعني كان أونيكا ترك الكرة لحسين دقيق وسدد حسين دقيق بقوة إلى خارج أرض الملعب، ركلة مرمى لمصلحة شباب الساحل بهالوقت. الأمور على الأرجح انتهت شربيل، الأمور رايحة للتعادل الإيجابي بين الفريقين. يعني بظل التوتر عند لاعبي فريق العهد من الصعب على حسين دقيق انه يكون دقيق بتسديد الركله الحره واصابه شيباكو لعباس شيت. يبدو الامور رايحه للتعادل بالوقت اللي عم يحصل فيه فريق العهد على خطا جديد عبر حسين دقيق. كان خمس دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، رفعهم الحكم الرابع احمد سعيفين. لا تزال هناك اقل من دقيقه على نهايه هالدقائق، مع كره ايضا عهدويه عم تنقطع عن دانيال. فريق شباب الساحل كله بالدفاع كان باللحظات الأخيرة. مصطفى شاهين كرة ما بتوصل له، بتروح عند رودولفو بالوقت يلي العهد ما عنده شيء يخسر، وبده يلعب بالهجوم، الهجوم ثم الهجوم، يلعب الكرات للأمام مع المحاولة الجديدة لفريق العهد، تبادل الكرة بين موني وأونيكا، الكرة مقطوعة بعد سوء تفاهم بين اللاعبين. علي غليوم بحاول يستفيد، بيلعب الكرة باتجاه كريست رودولفو، رودولفو بصراع مع كريست على الكرة، لاعب البرازيلي عم يحسم الأمور وعم يحصل على خطأ، بالتأكيد رح تكون الكرة الأخيرة بمباراة اليوم. كل لاعبي على العهد عم يتقدموا باتجاه منطقة شباب الساحل، كرة طويلة من حسين دقيق، طارق العلي بيوصلها برأسه بهيئة لأبو عتيق لأضاع فرصة ثمينة جدا بعد دخوله إلى أرض الملعب. طارق العلي بيحاول يهرب من الدفاع وبتوصل الكرة لعند عباس شيد. عمليا الأمور انتهت على أرض الملعب، هالشي بالتأكيد أصبح حقيقة بالنسبة لفريق العهد، لأنه الحكم الدولي رضوان غندور عم يعلن عن صافرة نهاية المباراة بالتعادل 1-1. المباراة المثيرة للجدل يعني رح تشوفوها على أرض الملعب كان متوقع، من مستغرب أبدا. لاعبي العهد عم يتجهوا بصوب مقعد احتياط شباب الساحل، عم بيعاتبوا كتير لاعبي شباب الساحل وإداري شباب الساحل على يلي حصل. للأسف يعني الحادثة كانت غريبة جدا، بعد ما تقدم حسن شعيطو بهدف كان مصطفى شاهين عم يسجل هدف مثير للجدل، والأمر اللي عم نشوفه على أرض الملعب هو ردة فعل على اللي حصل. لا شك العتب مفروض يكون فقط على لاعب اسمه مصطفى شاهين، لأنه لاحظنا بالمشهد